حزمة الحب واللي غادي يمكن يستمروا معنا طيلة هاد الفترات الليلية الساهرة المباشرة دائما حتى وقت متأخر من الليل مع الأسماء ديالكم، سواء كنتم على الطريق اللي كنت منه الله سبحانه وتعالى يجعلكم في كل خطوة سالمة، أو لا كنتوا في قلب البيوت ديالكم كنتمنى دائما الله سبحانه وتعالى يأمنكم في السرب ديالكم ويعطيكم من السكن ما يمكن يوددكم لبعضكم البعض. وإذا كنتم مستمعين الأفضل كتزولوا إحدى الأعمال الليلية في ما كانت وكيف ما كانت بطبيعة الحال تنتمنى ربي يرفع بها قدركم ومقامكم. ودائما مستمعين الأفضل نلتقي في صلة وصل إذاعية ليلية ساهرة مباشرة نسعد فيها بالصحبة ديالكم أهد الليلة. تحية إعزاز لكل مغاربة العالم واللي كيتابعونا عبر موقعنا على الانترنت www.mfmradio.ma، كذلك لكل أصدقائنا عبر أرجاء دول العالم عبر هذه الخدمة على الانترنت كتلقاو كل برامج إذاعة MFM. وبطبيعة الحال هذه الخدمة الإذاعية كنتمنوا دائما على الانترنت أنها تروق الأسماء ديالكم عبر مختلف دبدباتنا الأثيرية في أرجاء المملكة المغربية. شكرا لانضمامكم دائما لهذه الفترات الليلية في لقاء في متنفس أثيري كنتمنى يكون بلسم دائما على قلوب كل السادة المستمعين والمستمعات. جوج الأرقام احنا وضعينهم راه الإشارة ديالكم اللي هما 05-22-31-33-33 أو الرقم الثاني اللي هو 05-22-30-30-00. طبيعة الحال بواسطة الأرقام كتمكنونا من التواصل ديالكم وكنكونوا طبعا وضعين راه إشارتكم هاد جوج ديال الأرقام باش يمكن تسمعوا الأسماء ديالكم في ضمن هاد الساعات الزمنية الليلية، إضافة للإخوة الكرام والكريمات اللي كيمكن يرسلوا لنا سواء صورة على بعض اللي كيمكن يبغيو يقاسموه معنا كتجربة إنسانية نسمعوهم، ولا حتى اللي استأثر باهتمامه شي قضية أو شي مشكل معين أو شي بوح معين ديال مستمع كريم أو لمستمعة كريمة. تواصلنا مع الأخت سميرة. مرحبا بك سميرة. بارك الله فيك اخويا مصطفى، كيداير بخير؟ الله يبارك فيك سميرة، مرحبا بك. شكرا لكم بزاف، وانا شكرا لكم على التواصل اللي اتصلتوا بيا، الله يعطيكم الخير. مرحبا بك لاله التواصل ديالك. هذه راني مرتبكه شويه، هي اول مره على ماشي مشكل، حنا نسمعوك ونسمعوا، حنا عارفين باللي انت بغيتي تحكي لنا من قلبك على تجربه انت عانيتي منها، نقدروا نقولوا مازال فيها انت لا قبل زواجك ولا حتى في يعني الطفوله. في الطفوله للاسف. واخا شحال في السن ديالك اختي سميرة انتيا؟ دابا 26 سنة. 26 سنة. فمن حليتي عينيك سميرة انتيا؟ المعين. وانا من صغري زعما قريت، كنت كنقرا مزيان، كنت متوفقة في الدراسة ديالي. كأي طفلة كانوا عندي احلام زوينين، كنحلم نكون شي حاجة مهمة. يوم اللي بديت المسيرة ديالي في الدراسة وصلت السادس ابتدائي، بحكم ان احنا بعيدة، اذا كان ساكنين في القرية بعيدة علينا الكوليج. نعم. يوم قال لي الوالد ما تقدريش تكملي. في العام الاول انا بقى في الحال كاع الصديقات ديالي نكملوا الى انا من بعد كانت فاجئ، جا الوالد ديالي قال لي راه المدير ديال المؤسسة قال لي ما تخليش بنتك راه عندها يعني متفوقة، ما تمنعش أنا ما تقراش، خليها تكمل الدراسة ديالها. نعم. جا قال لي راه العام الجاي إن شاء الله راه غتقراي. إيوا بديت كنوجد، بديت كنحفظ، بديت كنراجع. مع الصديقة ديالي، مع الأخ ديالي. إيوا ملي جا العام اللي أنا غندخل فيه المدرسة هنا فين بدات المعاناة ديالي. نعم. قال لي ملي قلت ليه واش غتشري ليا الكتوبه راه باش نقرا، راه قلت لي العام غنقرا، قال لي انا ما عمري قلت لك هاد الهضره وما تحلميش تقراي، صافي البنات حداهم السات وكيدخلوا للدار. مع انه زعما الظروف ما كانتش معسره، جيت ولدك شي كان ممكن. لا 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 ماشي انه كان زعما كان ممكن، غير هو كيقول لك البعد، لا البنت ما خصهاش تمشي شي بلاصه بعيده، وكان كنت غنقرا تقريبا غير عام
في البعد وكانوا كيبنيو كوليج قريب لينا. واخا يعني غير في إطاري كمل كنت كان من الممكن نكمل وفي نفس الوقت نرجع مازال. يعني كان كيطلب منك الأمر شوية الإصرار والتضحية ديالو. ما هو ضد أنه البنت تخرج بعيدها وتقرا في البعد بحالي لما كان الرأي ديالو بوحدو الأول كان هو كان موافق وفي الأخر بحالي لا شي حد بدل لي الرأي ديالو ما عرفتش يعني شكون هاد شي حد من العائلة نيت الزوجة ديالو ممكن حيت هو تف المشاكل اللي كيوقعوا في الدار. انا اصلا حليت عيني على العنف. شنو كتشوف في امك بزاف كتهان على المراه الاخرى ولا كيفاش؟ كان كيعنف الوالده ديالي وقت ما جا وقالت لي المراه الاخرى راه اش كاينه شي حاجه واخا ما كايناش كيعنفنا حنا في الدار وكيعنف الوالده ديالي والخوت ديالي اللي كبار بزاف. المهم انا عقلت على هذاك دوك الفلاشات باقيين حتى ما كيبغيوش. مع ذلك حنا بقينا كنقراو بغينا نعوضوا لهذيك الام ولو شويه وبغينا نحيدوا من هذيك المأساة وذاك الفقر ذاك. ولكن للاسف ما مهم اللي ما كملتش انا الدراسه ديالي صافي بحال الا عقلي تفورماطا بحال نسى ليا كاع داك الشيء اللي قريت. بديك الصدمه ما بقيتش كنحمل يعني شي حد يجبد لي القراية ولا شي بنت كتقول لي راه كنقرا ولا مكملة ولا هذيك راه ولات عندها بلاصة زينة ولا يعني بحال الا تعقدت من هذيك الناحية. ايوا انا فاش تقريبا قبل ما يعني باقي ما وصلت السن ديال باقي ما وصلت 18 عام كيجيوني الخطاب بزاف الحمد لله انا مقبولة. لا من شكلا والتزم يعني كان هضر مع الناس واحد الإنسانة اللي شعبية عزيز عليا الناس عزيز عليا الضحك. أي مرأة شافني في شي بلاصة وإلا كتجيب شي ولد الناس. وفي الأول كانوا كيعارضوا مريم طال كاينين خواتات كبار ما يمكنش تخليهم وتمشي انت تزوجي انت. ومازال ما وصلتش في السن نضج أنك تزوجي يعني مازال ما مستعدين يزوجوني. وكاين من بعد ملي تزوج خواتاتي عاوتاني كيجيو الخطاب كيقولوا البعد لا هذاك بعيد هذا ماشي من بلاصه زوينه مازال ما يعني تا جرفق كيف ما كيقولوا. نهار جات السيدة دابا اللي المهم هاد دابا اللي مزوجه به. نهار جا كان تقريبا ديك الساعه كانت عندي 20 عام. كيف؟ جا هاد السيد كانت عندي 20 عام انا ديك الساعه فاش جا. ومن فوقاش خرجتي من المدرسه شحال كان عندك في العمر ديالك؟ ما شي عام قيل هكا 13 عام. ايوا باش ما كنكبر صافي ديك 16 عام 17 عام ولا كيجيوني الخطاب. والناس كيسولوا بزاف. ايوا من بعد ملي جا هاد السيد هذا ما نتزوجش. اسمح لي راه تالفه شويه. لا ما عنديش اختي سميره. قبل ما نتزوج كنت ديك الساعه كنشوف البنات كل وحده اش كتشري كل وحده عندها حوايج زوينين وانا الوالده ديالي ما قداش على داك الشيء كامل. ايوا اضطريت كاينين شي ناس حدانا كيديروا هادشي ديال الفلاحه. اضطريت مره كنمشي كنخدم باش نشد هذيك شويه د الفليسات. وخويا حتى هو خويا الكبير مسكين ملي شاف الظروف كيدايره وهذا نقاطع على الدراسه باش يخدم علينا. شافنا مره كناكلو ومره ما كناكلوش. والاب مع العائله الاخرى يعني في تقريبا نفس الدار ولكن ما مسوقش على بالي. اسرات في دار وحده ولكن وحده كيصرف على الاخرين. حنا ماشي مشكل. واخا طر خويا مسكين طر انا راه مسكين يلا كيتعلم وهذا حيت يلا انقطع على الدراسه مازال ما عندوش شي خدمه. اللي بقى مسكين كيتعلم اللي رضى كيبقى يشري لينا داكشي اللي خاصنا في الدار وكيتقدا وهذا شي كسي وكل عواشر ما غاديش تشري داكشي اللي بغيتي صافي. شفت سميتو انا ما خرجت راه خرجت خدمت. والحاجه الخايبه كاع انني ملي كان الناس البنات
بقدي كنمشي وكنشوفهم في الصباح، انا كنفيق بكري باش نمشي تخرجي للخدمه للفوار وهما قابطين الطريق للمدرسه، وهما قابطين الطريق للمدرسه وكنشوف فيهم كنجلس كنوقف كنبكي. خاصه دوك اللي كنتي قراو معاك وداك الشيء ما كنرضاش ما كنبغيهمش يشوفوني. نعم كنتخبى في بلاصه كنبقى نبكي بوحدي كنشوف فيهم حتى كيمشيو باش ما يشوفونيش. عاد كنخرج انا كنمشي نفس الوقت عاوتاني ملي كنخرج مع ديك ال 12 حتى هما كيخرجوا. وهاد البلايص اللي كنتي كتخدمي فيهم وانت ما كنتي مازال شويه 17 عام ولا 18 عام تقريبا، ما كنتيش كتبقاي شي مضايقه؟ ما كنتيش كتلقاي مثلا شي تحرشات شي حوايج؟ لا كيكون بلاصه فيها العيالات ما فيهاش الرجال. حكم القريه كيف ما قلت لك هما واخا لله، حيت كاينين غير حدانا، ماشي كنمشي زعما لشي بلاصه ولا غير كاينين غير حدانا. واخا يعني ماشي كتضطري تركبي في شي وسيلة نقل ولا شي حاجة؟ لا داكشي اللي كاين، داكشي باش داكشي علاش حتى البنات راه كيدوزو من حدايا، قلت لك من هذا الدار وكيمشيو للكوليج وانا غادي للخدمة، وفي نفس الوقت ديك ال 12 عاود ثاني ملي كنكون خارجة انا كنجي باش نتغدى ونرجع كنلقى عاود ثاني ذوك البنات خارجين ضاحكين ناشطين وخارجين من المدرسة. ايوا انا غادي للخدمة كيف ما قلت لك. المهم خرجنا على هذيك الحالة، قلنا دابا يصح الله والحمد لله، مؤمنين بالله مكتب علينا والحمد لله. المهم من نهار جا السيد هذا، بعد ما جا شحال من واحد، الوالده كتقول لا ما بغيتش نسيفطك لشي بلاصه بعيده، ما بغيتكش تبعدي عليا. المهم جا السيد هذا، شفتو انا راجل كبير، راه كبير عليا. واش جا لانه كيعرفك في لا جابتو غير سيده اللي شافتني كيف ما قلت لك، جابتو غير واحد سيده شافتني وعجبتها، نهار قال لي هاد السيد من العائله ديالها، قال لي بغا شي بنت في الزواج، قلت لي راه كاينه ما دارش داو درويشه وحشوميه ما نتك وتشوفها. المهم نهار جا شافني، انا شفت السيد بعقلو. عندي الثاني واحد المشكلة، انا كنقول ما بغيتش بحكم داك النقص ديال الاب، كنقول بغيت شي حد يكون معقلو ويكون كبير يعوضني من داك الحنان ويعوضني داك النقص اللي كان عندي، فهمتي؟ ما كنبغيش الاب تيبقى اب والزوج زوج، يعني كل واحد عنده صح، ولكن داك النقص اللي عندك انك ما عشتيش، ما كتعيش مع الاب ديالك كتشوفه، ولكن تصور ما عمري عنقت الوالد ديالي نهائيا، ما عمري حسيت بالدفء ديالو كي داير، يعني ديما ديك سميتو كنقول بغيت شي حد اللي يحن فيا يعوضني غير داك الفراغ، ماشي غير يكون بلاصتو، ولكن يعوض واحد الفراغ، عندك واحد الفراغ ديما كتحتاج ليه ملؤو. واخا ها جات السيدة تيبقى واش بما يناسب او بما لا يناسب، هذا الشيء اللي غادي نعرفه في القصة ديالك. بصح المهم نهار شفت انا هاد السيد، قلت كبير بعقلو، ما بغيتش شي واحد اللي يكون صغير في العمر يكون قدي ولا كبير عليا بشويه، حيت خايفه داك الشيء مناش خايفه كما كيقولوا تحت فيه. واخا لا من الاحسن يكون كبير عليا بالعقل باش هكا غنتفاهم معاه يحن فيا. المهم جا هاد السيد هذا، السيده اللي جات معاه قالت لي راه هاد السيد راه فايت مطلق، حيت الزوجه ديالو الاولى ما كتولدش ليه. الزوجة ديالو الأولى ما كتولدش ليه؟ قالت لي ما كتولدش، وعام هادي قالت لي غير عام اللي جلست عنده وطلقت. عام قلت أصدر هذا الحكم بأن الوهاب سبحانه وتعالى يعني دازت عام صافي خصو يطلق. صافي بصح أنا فين كان الخطأ ديالي صراحة، ولكن كنقول عاوتاني ربما مكتاب. المهم قلت لها ماشي مشكل، قلت لها قالت لي لا راه ظريف الله يعمرها دار، وهذا غير هو ها شنو كاين. قلت لها ماشي مشكل، ما عنديش انا ديك كيف ما قلت لك، انا كنقول ربما هذاك غيكون فيه خير انه فايت مجرب، هذا الا لقى بنت الناس ما غاديش يتكرفس عليها، يعني غادي عند اول محطه في الابتلاء نقدروا نقولوا مازال كاع يعني من وخا من عمر الحياه عام وقف وزعما راه مجرب شي يجرب. لا هو راه قالوا انه راه السيده قال ليها راه ملي ما كتولديش، يعني داروا التحاليل بزاف، وقال لك داروا التحاليل وصيفطتهم لبرا، قال ليها عندك واحد المشكل اللي ما يمكنش تولدي. هادشي تيبقى هادشي اللي قالت لك هاد السيده؟ لا هادشي اللي قال هو والسيده. بجوج بيهم هادشي اللي
اللي قالوا هما لا راه كاحيت اصلا كبيره هي في العمر وصافي راه ما بقاتش تقدر هذيك اللحظه راه ما عرفتش صراحه جاني عادي انا قلت انت ما عمر بحال هاد الشوكه وما عمري ضنيت انا بحال هاد الشيء غيكون سمعت هاد الشيء درجه ان حتى الاهل زعما ما قالوش هاد الشيء واش عادي ولا ماشي عادي يتعاود تاني واحد النقطة من اللي كيكون هاد الشيء في الزواج زعما بحال هكا ما كيضغطوش عليا يقولوا لي تزوجي بزز ولا ما تزوجيش لا انا ماشي انا ما قلت لك لا تزوجي بزز ولا ما تزوجيش زعما واش ما قالوا لي حتى حاجه واش جاك هاد الشيء اللي زعما هكا هاد المبرر ديال انه طلق وحده لانه دار الفحوصات عام صافي وطلقها عادي زعما انا قنعوني من اللي قالوا لي انها دارت فحوصات وقالوا لي بالتسير عندها شي مشكل هذا راه داك الشيء علاش ما تقدرش تولد وما فكرتيش تكوني انت نيت نموذج ربما تكون نسخه من هذيك المراه مثلا هذيك الساعات مثلا غير في ديك اللحظه زعما ممكن يعني لا قلتها لي قال لك هذه قال لك لا انا قلت ليها نتزوج عليك وما بغاتش وطلبت الطلاق في نهايه المطاف قال لك انا ما كنتش غنطلقها انا كنت باغي قلت لي انا باغي وليداتي وهي في مدرسه في نهايه المطاف الا كنتي هكا كنت انتي من عامك الاول ما ولدتيش وتزوج عليك غادي تولي عاوتاني تتعاودي غير الصوره اللي عشتيها مع بمك وباك صح هاك واخا لالا دابا نسمحي لي كما كيقولوا قلت العقل وصافي لا معليش شوف هذه تجربه ديالك على كل حال غير حنا كنتكلموا معاك باش نديو نجيبوا معاك في الكلام لا صحيح جيتي من الاحسن باش تايلا سمعتني شي وحده ما طيحش في نفس الغلط اللي طحت فيه اللي طحت انا كنديو معاك ونجيبوا معاك في الكلام باش نيت هذيك فرصه كاين الناس كتاخذ الناس ما نبغيش ليهم يوقعوا في هذا الخطا اللي وقع فيه واخا لا المهم اييه تخطبتوا وجا لداركم عادي اها صافي قلت لهم انا ماشي مشكل المهم تخطبنا وبحكم الخدمه ديالو كيطلبوا لي واحد الورقه كتسنى مده حتى يعطيو الموافقه عليها اييه ايوا المهم بقات هكا يعني بقات علاقات تليفون وكيجي مره مره وهذا كيسول ايوا نهار مشيت عند هاد السيد هذا نهار درنا المهم درنا العقد مشيت عندو 8 ايام الاولى تقريبا قلت عندو 8 ايام الاولى بقينا كنهضروا بحال هكا كنتفرجوا ما عرفتش شنو قلت ليه قال لي راه ربما القديمه كتكون حسن من الجديده انا ما فهمت حتى حاجه بقى كيعاود نفس الهضره قلت ليه شنو قصتي وبقى كيضحك بواحد الضحكه ديال الاستهزاء قال لي راه زعما المره الاولى كتكون حسن من الجديده قال صافي انا انفعلت باش تقول لي بحال هكا قال لي لا ما كيفاش كتغيري عليا ولا لا وهذا انا دخلت للبيت صافي بقيت هكا كنتكيا بوحدي بقيت كنبكي جا عندي قال لي علاش تخليني كنتفرج بوحدي وانت تجي تسدي عليك البيت بوحدك ديك هي قال لي ديك ايوا هي تجبدتي لي قال لي نجبد لك اللي بغيت وهذا انا فين بدا الضرب لا فين صرفقني قلت لي علاش قلت لي علاش صرفقتيني قال لي واش هادي دابا قال لي علاش ضربتيني قال لي واش هذا كيتسمى عندك ضرب اجي نوريك الضرب كيفاش داير بقى كيضربني قال لك دير هادشي اللي حسبتي لي درت لك ما ضرب ما والو دابا عاد نوريك نفس الضرب شنو دابا غير صفقتك وكتسميه ضرب هذاك راه ماشي ضرب المهم بقى كيضربني انا بقيت كنبكي وخرج من البيت وخلاني لغد ليه في الصباح قلت ليه صافي جا عندي بقى كيتحس فيا سمحي ليا ما قصدتش راه غير كتعصبت ما قصدتش كاع نمسك ما قصدتش قلت لي لا ولدنا سمح لي لا هادشي باش غنبدا وغتبقى تضربني ديني منين جبتيني لا بقى كيرغب لا سمحي ليا عمرها تعاود راه غير ما عرفت اش وقع ليا ما غير تعصبت غير حيت كانت الوالده عنده مريضه غير الوالده عندي هي مريضه راه كي شفتيها الوالدة يعني هادشي دابا كله مبررات ما زعما كلهم مخلخلين ما فيهم تتوازن ما فيهم حتى شي حاجه الزواج لا طلقت هذيك حيت من عامها الاول ما كانتش تصور راه 7 سنين ديال الحياه وكلها تعصبت عليك لان امي مريضه هادو شي حوايج زعما كيبانوا ما لهم حتى شي علاقه راه لحد الان باقي في نفس الوضع لحد الان واخا انا معاك المهم بقات هكاك صافي كنقول مع راسي فين غادي نمشي الا كاع مشيت يقولوا عليا الناس يلا تزوجت وطلقات يعني هي اللي فيها شي عيب يعني هي اللي عندها شي مشكل المهم هي هذيك
نهار تلا شميتو اسمح لي. ماشي مشكل، مرحبا لله، خدي وقتك الكافي باش تكوني في بلاصه اللي تريحك، وحنا مع جميع المستمعين كنتابعوا القصه ديال سميره ولا البوح ديال سميره. مرحبا بك سميره. هنا فين خلي الوالده حقا كل مره شنو كيقول لك؟ ايوا المهم صافي دوزنا هذاك النهار قلنا ماشي مشكل. ايوا من بعد وشي تقريبا واحد شهرين عاوتاني بقينا بحال هكا، كنقول صافي ربما السيد كيف ما كيقول غير غلط. ايوا واحد النهار خرجنا انا وياه فهاد دابا انا حملت، حيت انا حملت في الشهرين الاول. ايه خرجنا بحال هكا، كانوا يعني في الاول من يلاه توصاني قال لي عندك تبقاي تهضري مع العيالات ولا يجي عندك شي حد ولا راه ممنوع يجي عندك حتى شي حد ولا حتى شي حد ولا ديري الجيران ولا شي حاجه بحال هكا. ايوا المهم قلت لي ماشي مشكل، انا بغيت غير نحافظ على الزواج حيت صافي. قلت صافي سلمت امري لله، قلت صافي جيت ما بقى عندي حتى شي حل. غنصبر لي قالها لي غنديرها وصافي. واخا قلت ماشي مشكل الا هادشي اللي غادي يجيب لي نص لا صافي ما عندي، انا ما ندير بالناس واخا. قلت لي بارك عليا غير العائله وصافي. المهم ما واحد النهار خرجنا بحال هكا، واحد السيده فايت ملي كنمشي عند خطو حيت كاينين في نفس البلاصه كتشوفني كتشوفني ديك السيده مره لاباس لاباس وكنهضروا عادي بخير صافي. ايوا واحد المره دزت بحال هكا خرجنا انا وياه بحال هكا، قالت لي هذيك السيده السلام هكا شيرات ليها غير براسها من بعيد. ايوا قالت لي السلام، قلت لي بخير، قلت لي لاباس انت بخير، قالت لي لاباس وهو معايا. ايوا جينا للدار كيحل الباب كيدخلنا سد الباب ويعطيني الصفيقه. ما صدمت انا ما كنتش كنتسنى هذيك اللحظه، انا ما عرفتش علاش ما عرفتش وقع لي ديك الساعه، شدتني الدوخه وانا حامله. ملي شفت فيه بحال هكا قال لي كتسنيني نقول لك علاش. ما هضرتش انا، بقيت كنبكي. قال لي يا قلت لك انا ممنوع العيالات وممنوع الناس ممنوع حتى شي حد تهضري معاه. قلت لي ولكن السيده غير قالت لي السلام وجاوبتها. قال لي هي وليتي دابا كتجاوبي معايا. صافي دخلني عاوتاني للدار، بقى كيضربني عاوتاني ديك الليله كامله. صافي عاوتاني نفس هكاك اللي كيدير كيضربني حتى صافي حتى كيقول لي خاطرو صافي حبس وكيحبس. وكيخليني كيمشي للبيت الاخرى كينعس فيها. انا كنبقى كنبقى كنبكي الليل كامل حتى الصباح. كيفيق عاوتاني سمحي لي سمحي لي، قلت لي لا صافي، قلت لي صافي حتى لهادي ما يمكنش. قلت لي لا انا ما نقدرش نصبر على هاد الحال هذا، الا انت ديما هكا صافي فين منين شفتيني رجعني عاوتاني. ايوا هي هذيك صافي. قال لي لا سمحي لي لا، قلت لي لا ما يمكنش تسمح لك على هذه. قال لي ايوا الا بغيتي تمشي غطيحي داك الشيء اللي في كرشك عاد سير. قلت لي كيفاش هذا واحد التعذيب تيدير لك تعذيب عاوتاني من نوع اخر كما كنقول. قلت لي كيفاش غنطيح داك الشيء اللي في كرشي؟ قال لي انا غنوريك كيفاش. ايوا من بعد ولا صافي هذيك ناض في هذيك اللحظه ولا كيعطيني كيضربني في كرشي. ضربني برجليه في كرشي. قلت لي شنو كدير؟ قال لي غنطيح داك الشيء ديالي، داك الشيء اللي في كرشك ديالي انا غنطيحو سيري. فهذاك سميتو في هذاك الغضب وانا كنت كنغوت، قلت لي ماشي ديالك، انا كنقصد ماشي ديالك يعني ديالي الا ما بغيتيش انت انا بغيتو. اييه قال لي كيفاش ماشي ديالي؟ هو ديال من؟ هي ديال من؟ ها هي يا فراسك شي حاجه كما كنقولوا كيتسنى لك غير انت تقولي شي حاجه يحورها هو كيما بغى باش يسلخك ولا باش يعنفك. كيتسنى غير اي حاجه باش بحال هكا ابسط تدفع الحوايج باش يضربني هو باش يبرد الغريزه ديالك. المهم هكاك بقى كيضربني. قال لي لا يعني ماشي ديالي، كيفاش ماشي ديالي؟ قلت لي ما قصدتش هكا، قلت لي انا قلت لك الا ما بغيتيش انت انا باغا. كيفاش ما بغيتو كل ما بغيتي ما بغيتوش ما نجيبكش النهار الاول. بقى كيضربني صافي حتى كيقول لي راسو عاوتاني برد صافي كيبرد. بقى جالس حدايا واحد شويه زعما من النهار الاول انت جابك هي تولدي جابني ناكل لحسه هو الاول وتولدي ولد اما حتى الولاد نهار
نعرف نهار عرف انني حامله ما فيش ديك الفرحه انه الزوجه الاولى ما ولدتش لي والحمد لله جبت هذه هي حامله. تولدي وتبقاي معاه ولا فكرتي تمشي في حالاتك زعما يلوي لك دراعك من جهه تخلي الولد وسيري؟ اه واخا. ومشكلة ما حسيتش انا بديك الفرحه ديال شي حد اللي كيتسنى بديك اللهفه ان مرته تولد ليه. اه ديك الاب وداك الشيء وديك الاحساس بلي ما حسيتش بداك الشيء واخا كيقول اه فرحت ولكن ما حسيتش به فرح يعني عادي. جاتو عادي مني درت سميتو عرفت انني حامله جاتو عادي واخا. ما بقيت على هكاك بلي لا دابا مني قلت ليه ديني مني زول بقيت انا كنبكي وطايحه من معنى هذا معنى ان داك المبرر اللي قالوا لك في الاول راه ماشي هو الصح راه كاين شي حوايج اخرين جايين من بعد راه اكتشفت من بعد جايينك شي حوايج اخرين غادي تعرفيهم ولا غادي نعرفوهم صدمات وصوم على الماضي ديالي واخا. المهم قلت ليها كيفاش دابا قلت ليها انا صافي بقيت صور حامله ويلا في الشهور ديالي الاولى شهرين تقريبا ديك الساعة وكلا لا صافي وليت صافي طايحة غير كنقول لي عافاك ديني منين جبتيني وليت كنرغبو اه عافاك ديني منين جبتيني قال لي هانتك هو الأول قال لي غتمشي عند الطبيب نشوف نيت حيت في الأول درنا زعما غير الكشف ما مشيتش عند الطبيب قال لي غتمشي عند الطبيب نشوف هو الأول واش أنت حاملة أو لا لا اه قلت لي واخا كان بكي هكا كداني تل اسميتو بقيت كنتسنى النوبه وجا عندي قال لي قال في الطوموبيل قال لي عافاك اسمحي لي قبل ما ندخلوا عند الطبيبه اه عافاك اسمحي لي راه ما عرفتش انا اش هذا الشيء كيوقع لي انا ما نقدرش نعيش بلا بيك الا راه انا بغيتك ديال بصح حتى كون ما كنتيش حامله راه انا باغيك راه المهم بقيت انا غير ساكته ما بقيتش كنهضر معاه بقيت غير ساكته كنتسنى النوبه ديالي انت ملي وصلت النوبه دخلت هكا تفاجأ الدكتورة ملي دوزت لي بحال هكا ابتسمت اه ملي شفت فيها قالت لي عرفتيني غنقول لك شي حاجة زوينة ياك قالت لي اه قالت لي راه مبروك عليك راه عندك توان اه انا تفاجأت وتصدمت في نفس الوقت حيت انا كنقول فين غادية بهذا التوام كيف فين غادية بهذا التوام إلا كانوا توام كيفاش غندير حمل ونزيدوا أنهم يكونوا توام واش غنقول العائلة واش وانا يلا شهرين في الزواج صافي خرجت بحال هكا قلت ليه اشنو دابا قلت ليه ديني لدارنا قال هو فرح ملي سمع هو التوام فرح تفاجئ لا سعداتي اول واحد قال لي غيكون عنده التوام في العائلة قلت ليه دابا ديني لدارنا خلينا ماشي كامل عافاك ديني لدارنا قال لي لا عافاك وبقى كيتهزر لا صافي انا فرحان عافاك خليني نمشي نفرح عائلتي بقيت انا ساكته وكانت الام ديالو كان عندها سرطان ديك الايام كداوى وكانت عندنا عافاك نمشي عند الوالده نفرحها شاداني داني الوالده ديالو قال لها راه قال لها فلانة راه سميرة راه قال لها سميرة راه عندها حبلة قال لها عندك قالت لي بصح قال لها اه هي شافتني ماشي هي هذيك بعد ما مشى هو خرج قالت لي مالك قلت لها والو قلت لها غير تفاجأت وتصدمت بهذا الشيء اللي كاين انا هذيك الانسانه الله يرحمها كانت عزيزه عليا وكنت عزيزه عليها ما قدرتش نخسر ليها ما قدرتش نقول ليها ما قدرتيش تعقريها مثلا في ولدها اللي تقولي لها باللي راه زعما ولدك معدي عليا وداك الشيء ولا نقول ليها راه غنمشي راه صافي انا راه ما بقيتش غنجلس عنده ولا ما حيت كنت كنقول ومن الممكن انه الا قلت ليها انا سميتو حيت كانت ديك الساعه عيانه بزاف المرحله ديالها الاخرى نقولها ليها غتجي سكته قلبيه يعني غتصدم يمكن تموت في هذيك الساعه نقول ما نقدرش نهز هذاك الدم واخا انت شتي هكا ورعيتي هاد المراه هكا راه المشكل ديالي ان حتى هو كيقول انني حنينه اكثر من القياس دغيا كنسامح ما كنحقدش دغيا كنسامح وكيقولها ليا هو كيقول لي راه عارفك واخا ندير لك اللي درت لك راكي حنينه وكترجعي ليا واخا انا بدا هادشي قالت لي ملي قالت لي بعدا هذيك قالت لي عندك توام ولكن قالت لي عندك واحد ضعيف شويه وواحد مزيان قالت لي كملش انا قلت ربما بعدك العنف بعدك الضربات اللي في الكرش ما عرفتش المهم صافي جلست شهر مشيت عند سميتو قالت لي لا راه قلت لي ما تقلقيش راه واحد نجح وواحد راه ما كملش قلت لها ماشي مشكل اللي جات من عند الله محبه بها
وانا اصلا ربي تسمح لي ما كنتش مستعده حيت كنشوف كيفاش غتكون الحياه ديالي وانا جوج والزوج اللي عندي ما كنتش كنقول كيفاش غندير لهم بوحدي واحد المسؤوليه اللي صعيبه بزاف. ما سهلاش صح. المهم من صافي قلت لها ماشي مشكله هادي بقاو الايام هكاك وكلنا مره على ابسط حاجه كيخاف مني على ابسط حاجه. واحد النهار جلست انا والوالده ديالو ما كانش بحال هكا قالت لي بغيت نعاود لك عندي شي حاجه ولكن كتبقى بيناتنا. قلت لها ماشي مشكله خالتي عرفاتني حتى من يعني فايت جرباتني وعاودات عاد طاقت فيا عرفاتني ما كنعاودش ما كنعاودش الهضره وعرفاني ثقيله واخا ولو العمر صغيره ثقيله ما عنديش مع الهضره بزاف. المهم قلت لها ماشي مشكله خالتي خذي راحتك. قالت لي راه كون ما تقدش فيك ما نقولهاش لك. قلت لها لا. قالت لي شنو كاين؟ قالت لي راه ياك ما عمر ولدي ضربك. قلت لها علاش خالتي؟ قالت لي لا ما قدرتش نقولها ليها انا وهي مريضه واصلا ما نقدرش نزرعها بحال هكا. قلت لها لا. قلت لها علاش؟ قالت لي راه كان كيضرب المره الاولى. قالت لي انا ما كنتش قابله بك. قالت لي ما كنتش قابله بك. قالت لي رفضت ولكن قالت لي هو عاندني وقال لي هذيك اللي بغيت ولا قلت لي شي حاجه غندير شي حاجه في راسي. قالت لي هي كنت بغيت نقولها لك ولكن قلت لي خفت نقولها لك. قال لي راه غندير شي حاجه في راسي. قالت لي راه مريض وما عرفتش مالو. قالت لي كنقول ليه يتبدل ما غاديش يبقى هكاك يعني كنحاول معاه وهذا. قلت لي لا غير تهناي من جهه. صافي بقينا هكاك حتى توفات الام ديالو مسكين الله يرحمها. ايوا بقينا هكاك حتى واحد النهار عاوتاني كنت ديك الساعه حامله قربت وبحك وبدوك الاعصاب وهذا ملي كان كيعنفني وهذا خرجوا فيا شي حبوب في العنق ديالي انت هي معاناه بزاف ديك الساعه في واحد الحاله درت لها ومني دوزت وهذا قالوا لي كتستريساي بزاف وعندك الضغط وانا حامله. قلت لهم قالوا لي راه هو اللي دار لك هذا الشيء هذا. المهم هدوني حتى وبقى بحال هكا ديما كل مره سميتو حتى حملت تقربت الشهر ديالي. المهم بقى ديما العنف ومني تزادت علي عندي البنيه الاولى. المهم بقيت بحال هكا حتى يعني ديما ماشي كان شهر ما كنكملش الشهر كان اكل عصا. في بعض الاحيان كيعنفني كيقول لي انا ما غنبرتش انا ما شفتش الدم. فعلا كيضربني حتى حتى تيشوف الدم ديالك مطوش كيما كنقول. كنرعف ولا واحد المره ضربني في من الفوق وطرطق لياني في من الفوق وتسال الدم صافي برد. وفي ديك اللحظه كيشوف الدم كيجي عندي كيقول لي اسمعي ليا اشنو هذا الشيء درت لا كيفاش هذا الشيء ربي كيبقى يغوض مع راسو شنو هذا الشيء درت فيك انا ما بغيتش ندير لك هكا ما بغيتش ندير لك. كان صبر لا غير غيكونوا عنده وليدات وغادي يتبدل غير غيكبروا وليدات ولا بخيت هكاك صبري لا غير هذه المره كان لي كنجي لدارنا. شحال من واحد ولا شحال من مره كتقول هكاك ولكن هذوك الاولاد كيكبروا في الصور ديال العنف كيوليو كيجيو للدنيا في واحد الصور ديال مضغوطين ديما تا هما كيشوفوا الدم تيم مرهق ديما كي ديما ديما بعدا ديك امهم بعدا اللي كتمحن وتكرس كي غادي تكون كي غتقابلهم حتى هي بزاف الحوايج. ما كيكونش عندك الخاطر مازال كيفاش غادي تكون غتبغي تبدلي الوليدات غادي تبغي توجدي الماكله وتصور. بعض المرات كنخمل الدار كيجي كيضربني كيقول لي علاش خملتي؟ اش يقول لك؟ كيجي كيضربني كيقول لي علاش خملتي الدار؟ تنقولها لي ملي كيجي كيبرد كيقول لي غير ما بغيتكش تهزي تقول وانا هزت تقول وضربه تمارو وغسله الماط ونصبنا الماط والروينه وجاي وكيزيدني العصا من الفوق. واش هذا خوف عليا ولا شنو؟ عود قبح من الزله دابا عوض ما يجي ويخدم معاك ويدير يدو في الدار ويعاونك غير يخليك ويسكت حتى ما يعطيني. وبعض المره كنقول انا ما بغيت حتى يشكرني غير خليني خلا ما جاب تا صافي تا ولا تا واحد ما بغاش يدخل لي مازال. ملي كنجي بحال هكا للدار كنقول ليه علاش كنخمل وكتضربني؟ لا غير خايف عليك ما بغيتك تهزي تقول كيقول لي لا غير كنقول ليه والو على الاقل ما تقول لي والو حتى كلمه الشكر ما بغيتهاش منك خليني غير نكون كاي امراه في الدار.
كيقول لي واخا كنرجع عاوتاني كيقول ملي كيطلع حتى كيقول لي راه ما كتسالي في الدار الا هذيك البلاصه اللي كتحطي فيها راسك فوق الناموسيه. اما كل شيء راه ديالي، ومع العلم انه راه الدار ماشي ديالي، ساكن غير مع العائله ديالي. اييه يعني ما ديريش تصويره، ما ديرهاش في الحيط بليطه. يعني دابا كنكونوا بخير وعلى خير، كيفوني كيجيري كتجيري مكالمه كيبدل، ما كيكونش باقي هو هذاك اللي كنهضروا معاه. وفين كنتي من هاد الدار ومن هاد الحياه ومن هاد العيشه معاه؟ الا كنتي دابا انت غير خصي مانيبيلك اني واحد السويس كما كنقولوا يصاوبك كيف ما بغى هو ويمشيك كيف ما بغى هو، فين انت حياتك من حياته هويا؟ ما عرفتش، ما عندي حتى شي بلاصه. راه ملي كيكون عاوتاني نورمال كنهضر معاه شنو هذا الشيء راه هذا، كيقول لي لا راه ما تبقايش تدي عليا. راه كنقول لك غير الهضره غير ملي كنكون معصبه، ما راه عندي كل شيء، انت الكل في الكل، الدار ديالك وكل شيء ديالك، لا ما تبقايش صافي. كنقول يعني هذيك غير هضره وصافي. انا كان وانا مع راسي كنقول ملي ولدت فين غادي كنجي كنلقى عاوتاني الدار معاناه في الدار. كتكون بحال شي ضيف، كتحس براسك بحال شي ضيف متى حاجه ما ديالك يعني، وخاصك شحال من حاجه ومسؤوليه ووليدك هكا كيبغيو المصاريف ديالهم. كنجي كنجلس شحال كيجي كيتحزرني عاوتاني، كنقول اللهم نرجع لداري ربما يتبدل. كل مره هاني غاديه جايه. واحد المره ملي كنت حامله بالثاني، شحال الفرق بين الاول والثاني؟ ما ماشي بزاف، حيت فهاديك فهادي عاوتاني دار ليا كنت ملي ولدت يلا عندي 7 شهور. كان خصني نبدل مانع الحمل، خصني نبدلو حيت كتفوت واحد المده خصني نبدلو. فهاد المده هادي كنقول ليه جيبو ليا، كيقول لي لا. قولي من بعد واخا لا ما كاين لاش كاع كل هذاك نيت ما كيادي راه كمل لي هذا عافاك بدل لي جيب لي الاخر. وملي كنقول ليه لا راه ما نقدرش، كيقول لي لا انا داك علاش ما كيخليلكش الدار شي حاجه ديالك مثلا ديك الخاصيه ديالك؟ لا ولا حتى الا كانوا الفلوس ما عندكش الحق تخرجي تجيبي شي حاجه اللي يلقاها عندك. كيقول لك منين جاتك علاش خرجتي جبتيها ما خرجتش معاك، علاش تمشي انت بوحدك؟ انا خصني انا اللي نديك، خصني انا اللي نجيب لك اللي بغيتي، خصني انا قوليها لي انا. كايناش هذيك انت ديري راسك ولا ما كايناش. ملي بقيت كنقول لها هكاك ما بغاش، وملي المعاشره الزوجيه كنرفض انا، كيقول لي لا علاش خايفه من الحمل وما ما كيبغيش يدير هو حتى شي. انت محتاجه الوقت بعدا باش يلا تتجاوزي الفتره ديال الانجاب اللي فتي وداك الوليات ولا داك هذاك. لا هو ما عندوش هذاك الشيء. تصور اخويا مصطفى ملي كيعنفني وكيبغي المعاشره الزوجيه معايا من ورا العنف، ومن ورا العنف من ورا العنف للاسف. واحد الدرجه شي ايام كنت كلي زرقاء، كنت كلي زرقاء ما بقيتش قاده. يعني بغى وانا رفضت وكنبكي ملي قال لي لا علاش كتبكي شوقه. قلت ليه كيفاش انت كيفاش كتخليك نفسك انك قلت ليه تعشر راه وليت قلت ليه بحال شي مجرم، بحال شي شمكار، بحال شي واحد ديال ما بقيتش مرأة، ما بقيتش أنثى. هذا نقدروا نسميه اغتصاب زوجي. بحال هكا. قلت لي ما بقيتش أنثى، قلت لي شكون غتعاشر دابا؟ كتعاشر؟ قلت لي راه كنصحاب راسي دابا، أنا راجل بحالي بحالك، اسمح لي على هذه الهضرة خويا مصطفى. قلت لي حيت ما كان أنا براسي ما كنحسش براسي أنثى، وبغيتي أنت. قلت لي جلدي كله زرق. كيفاش بغيتي؟ قال لي لا انا كنبغي كيف ما انت دايره، انا داكشي ما تهتميش بيه. انا كيفاش داكشي ما تهتميش بيك؟ انا كنبغي ما تهتميش بيه، انا كنبغي كيف ما انت. ولكن انا كيف ما انا راه انت اللي درتي فيا. انت مقصحه نفسيا ومجروحه في الجسم ديالك. كلشي وليك ما تعترضيش، وكيقول لي راه كاين علوك الملائكه ملي كترفضي. لا الله راه كيشوف من اين هذا الدين؟ وكيقول انه راه في القران كاين. هو هذا الشيء اللي كيدير كيصلي عليه الملائكه؟ قال لي وكيقول لك في القران كاين واضربوهن. في القران كاين واضرب، الرسول صلى الله عليه وسلم كيضرب بالمسواك. وهذا الشيء ولو كون خرج كون كان خونك كون كان دير شي حاجه اللي خايبه مازال نقول الضرب على يد واحد السلوك اللي هو مشين في العلاقه الزوجيه هو اللي تيمنهي عليه. والضرب كما كنقولوا على يد واحد الحاله اللي كتعطي نشاز في العلاقه الزوجيه
وما كتخليهاش عايشه الهدوء والسلامه ديالها النفسيه، راه هي اللي كتخيب العلاقه الزوجيه ما بين المراه والراجل. فهذا هو اللي للاسف الناس كتفهم كما كنقولوا، ما كيبقاش الاحترام، ما كيبقاش الموده، ما كيبقاش الحنان. هذا فهم قاصر ومتطرف وصعيب وعنيف كاع، ماشي للاسف اكثر من العنف. راه ملي وصلت لسميتو كيقولوا لي التعذيب، ماشي هذاك سميه تعذيب ماشي العنف، راه كيعنفني بشي طرق اللي بشعه، وكيطلب مني شي حوايج اللي خايبين. هو كيهز قميجة ديالو كيشنقني بها، حتى صافي حتى كنقول انا مت وعاودت وعاودتيه. يا لطيف يا لطيف. والوليدات كيكونوا واقفين وكيشوفوا فيه، ولو ما كاينش اللي حنا ما كاينش. دوك الوليدات علاش بغيتي تصبري؟ هما ولاو كيشوفوا داك الشيء، علاش بغيتي تصبري؟ راه امتى فقت انا؟ حتى ولاو الوليدات، كيشوفوا. ولكن كيف ما كنقول لك الحنانه ديالي اللي غلبت عليا، كيجي كيبقى يبكي، عافاك سمحي لي ما تعاودش، صافي كنقول صافي راه. والبيبي الاخر باقي يلا عنده 7 شهور باقي غير حملت في الثانيه. المهم ملي كنت تقريبا ولدت كانت عندي 8 شهور، ديك الساعه عنفني لدرجه لواحد الدرجه خايبه بزاف، عنفني ومشى للخدمه وخلى باقي له بحال الخبز الى الحراق، ولا ما بقيتش عاقله بالضبط. هيك بزاف غير الخبز دابا الى غير سيتي عليه. مثلا البنت عندي، البنت الصغيره الا كتبكي هاشاك ومريضه ولا شي حاجه، مشيت كنجري عندها وتقيات هاشاك ورونات ليا شي بلاصه ولا هذا، كنمشي نجري عندها باش نقي ديك البلاصه وهذا ونجري بها ونديها الى غير نسيت راه الخبزه ماشي تحرقات. قربات تحرق، ما خصهاش تقرب تحرق. الى غير شافني مشيت كنجري بحيدها قبل ما تحرق ليا، كيقول لي كون غير كلستي شويه كانت غير تحرق. كناكل العصا قبل ما تحرق. يعني ممكن ما يقولش لي، كتقولي لي راه شفتيني راه مشيت عند، قال لك ما تعطيني حتى شي اضرب حوك ولا كيتصرف معايا كيف ما كيتصرف الخدمه ديالو. ما تعطينيش اعذار بحال شي مجرم. الا شديتيه دابا كيقول لك عافاك سيدي، مثلا جوج مجرمين كان واحد مسكين غير كتمشى حداهم، وملي جات صافي تلقات وحداهم. كيقول لي عافاك سيدي راه ما درت والو، كيقول لي ما تعطينيش المهم انا لقيتك معاهم. بحال هكا كيقول لك ما تقوليش لي عذر، ترست الحاجه ما تقوليش لي علاش. انا كنقول لك علاش ترست، ما تعطيني السبب علاش ترست، سكتي ما تهضريش. مع انه كيسولك علاش. واخا يسولك يقول لك علاش، وملي كنبغي نهضر كيقول لي ما تهضريش، الا سكت كيقول لي دابا انا مع من كنهضر، انا مع الحيط كيما درتي وحله. كنشوف فيه كيقول لي هبطي عينيك، الا ما كنشوفش فيه كيقول لي كاع ما كتسوقي لي الا كنهضر معاك. راه عشت شي ما عمري بحال هادشي. شكون اللي قالها لك؟ بحال هكا خويا مصطفى، بحال هادشي راه تقول هادشي حد صعيب يثيقها، ولكن ما عمري كنت كنشوف هادشي حتى في الاحلام ديالي. قلت لي كنقولها ليه هو ملي كيجي يبقى يتحزرني، قلت لي كنشوف كوابيس ما عمري شفت بحال هادشي. حيت صعيب شي واحد راه مشيت نتسطى صافي، وليت كنهضر مع راسي كنقول شنو هادشي عايشه كيفاش شناهي. جاوبيني ملي كنجاوبو كيقول لي علاش كتردي عليا، علاش كتهضري معايا، علاش كتردي وانا كنهضر معاك. كنسكت كيقول لي علاش ساكته مع من كنهضر. يعني الا بغاها فيا يضربني غيضربني سوا هضر سوا ما هضر. حيت الاول ملي كنجي للدار هكا كيقول لي غير ما تجاحديش معاه، يقدر غير كتجاوبي معاه، يقدر غير بحال الا كان ترادو زعما في الهضره داك الشيء عاد ضربني فعلو ضربني. قلت له ما ودي راه لا راه سوا هضر سوا ما هضر كناكل العصا. حتى ولاو العائله كيدخلوا، قلت لك كما قلت لك حتى ولات واحد المره دخلت اختو سمعت لغواتو دخلت وضربها حتى هي معايا. حتى هي في الاول كانت كتقول لي يقدر غير ما كتعرفيش ليا، يقدر انت كينفعل ملي كتهضري. وتصور كنا جالسين بحال هكا ملي تخاف معايا دخلت اختو بغات زعما جلست انا لقاتني جالسه في بلاصتي. جي وحده زعما اللي غنبقى نتقابح معاه ولا نوض نبقى نغوت ونضربو هو كيضرب. جالسه بحال هكا وهزه بنتي عندها 4 شهور في يديا وهو كيضربني. هي كتشوف فيه هو كيضرب فيا وهي واقفه وكتشوف فيه كيضرب فيا وانا هزه بنتي وما هضرتش معاه ولو بكلمه. هذيك الساعه فاش عرفت ديك السيده انه راه ماشي حيت كنتقابح معاه ولا كنهضر معاه، صافي استغربات تلاحت قدامه هي وكتقول لي ضربني انا وما تضربهاش هي اختو. قالت لي عاد عرفت اليوم، قالت لي دابا قالت لي اليوم شفت كل شيء بعينيا، قالت لي كنت ظالمه هاد السيده، كنت كنقول ربما كانت كتهض معاك في الهضره وكتنفعل ولا. قالت لي السيده جالسه وهزه بنتك وما حنيتيش
الزبل داك بين يديها وانت كتصرفق فيها وكتضرب فيها تحركت فيها الأمومة. لا اصلا هي عشت مع زعما يلا يا مرا دار ديما كتحامي عليا وهذا غير كتقول لي زعما كنصيحه قالت لي حاولي ما ترديش عليه الا كيهضر معاك ربما هذا الشيء علاش كيضربك انت كتحاول زعما تدخل بخيط بيض كتلقى مبرر كتلقى مبرر واخا قلت لي انا واخا ما هضرتش معاه واخا ما جاوبته كتقول لي ما يمكنش اي واحد حتى في العائله ديالي في الاول ما تيقونيش كيقول لي ما يمكنش غير كيجي هكا ويضربك حتى شفت هذيك السيده كلشي بعيني انا جالسه قلت لي كيشد لي راسي كيخبطوا ليا مع الحيط وانا شاده بنته بين يديا انا شاده في البنت ما طيحش وهو كيضربني انا ما قالش هذيك البنت اللي شاده ما قال حتى شي حاجه يعني عادي من الاحساس وامفروض انت قبل ما تكون هذيك البنت راك انت الاولى في حياته يعني يعني زعما شمن انا نقول غير الابوه ربما ما نكونش كاع انا نقول غير الابوه ما فكرش بحال اللي ما كيشوفهاش غادي ياك مازال الهضره من بعد راه ولا كيقولها ليا كيقول لي راه ما كنشوف كلانتي هذاك الشيء من بعد ما كبر يقول لي دات شويه ما كنشوف كلانتي لهذاك الشيء اللي كيتمشى حداك مع العلم انه راه ملي كيكون نورمال راه كيعيشهم في الناعم لا انا لا الوليدات كيفاش كيعيشوا يعني ما كيخليهم يتخصوا من حتى حاجه وعينيه ويديهم لاي بلاصه قالوا لي ويطلع فيهم وفين ما مشى كيذكرهم وليداتي 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 ولكن ملي كيجي عاوتاني ملي ما كيكونش هذا الشيء هو الا بغا هو ما انت ما عرفتش واش الا بغا هو واش مريض واش ما بقيت فاهمه والو راك كي راه مرض انا مرض ما بقيت فاهمه والو واش كيدير داك الشيء من خاطره واش عنده شي مرض ما بقيت فاهمه حتى حاجه حيت ملي كيكون طبيعي كيكون يعني عادي كايها الناس كيفرحني كيفرح وليداتو ما ماشي يعني ماشي شي واحد اللي غيخصك من من, من شي حاجه كيحن واحد الدرجه ولكن ملي كنكونوا جالسين فرحانين ناشطين دغيا كيتقلب على ابسط الحوايج كيتقلب حتى مع الوليدات ديكليك في هذيك ديال حيت الا جيت انا وياك نتكلموا على هذا الشيء اللي انت كتكلم مع من بدايه الصيت التواصل بيني وبينك يعني هاد الحوايج الا بغينا نقولوا كاع هاد النقيطه ديال الضوء اللي كاينه يلاه قليله في الحياه بين ما تبقى كلها عنف كلها الا قلتي لي الحاجه تيقول لك علاش هذا ولا سكتي كاع باش تفاداي مثلا انك تدخلي معاه في الكلام تيقول لك ماني كندوي مع حيط ويضربك نيت نفس الطريقه نفس يعني نفس الطريقه ربما كتقول ما نهضرش ربما باش نقص صداع باش ما يضربنيش ولكن هي راه غيضربني سواء حيت هو باغي ومني كيبغي مثلا يبين لكم باللي راه زعما مهتم بكم كيديكم الماء لا هذا في الوقت ملي كيكون معنفني دابا في الصباح كيف نخرجكم وهذا وجهي ما فيه ما يتشاف وما فيه ما يخرج وحتى هنا ما تقوليش لا بغيت نخرجك انا وكنقول ليه وانا وهذا الشيء اللي في وجهي كيقول لك داك الشيء ديالي خرجي انا اللي كنتكلف بداك الشيء وملي كان يبغي يديني عند عائلته وانا دايره هكا كيقول لي ديري الماكياج ما يبانش داك الشيء وملي شي حد ديال جاب الله شي حد درنا تحملي مسؤوليتك هذه هي هضرته قولي طحت قولي اي حاجه المهم انا ما تحملي مسؤوليتك ما تجبدينيش انا وفي هذه فملي قلت لك ما جابش ليا سميتو ملي حملت عاوتاني المره الثانيه قال لك علاش تحملي بقى البنيته صغيره بقى وهذا وانا مستعد شو يلا ما تهنيت من اللوحن ديالك غادي يجي عاوتاني لوحن يعني كل شيء عليك درك انت مع ان تدبير الحمل راه خصو يكون منكم بجوج يعني تدبير الحمل وانا راه كان مني ولكن كنت يعني بزاف مني كان لبي ليه الرغبه ديالو بزاف مني ماشي حيت يا اما هكا يا اما العصا ومن اللي وقع الحمل علاش يكون الحمل هذه عاوتاني فاش جيت ملي ما بغاش وهذا شحال ولا جا عاوتاني لا راه انا بغيت وليداتي ومني كتجي لداركم كتعاودي لهم داكشي اللي كاين ولا كيما كنقولوا ما كاين لما تعاودي لا كنعاود لهم وكيدخلوا ولكن المشكل فيا انا صراحه خويا مصطفى المشكل فيا انا اللي كيجي بحال هكا يقولوا لي راه ما كاين فين ترجعي كنقول لهم لا انا غنرجع نجمعش من وليداتي ربما فعلا يتبدل شكون اللي كيقول لك ما كاين فين ترجعي
كلهم الدار كلهم خوتي هاد الخويا اللي قلت لك اللي هاد الاخ دابا اللي قلت لك هو اللي مسكين خرج من الدراسه باش يصرف علينا ويكبرنا هاد الزوج ديالي ما كيحملوش نهائيا من نهار الاول من نهار الاول ملي الله تزوجت هاد الاخ ديالي كيبقى يسول فيا حيت صغيره ديال الدار وعزيزه عليه يعني مفاهمين انا وياه بزاف بحال هو مخا هو اكبر مني مرة مرة مسكين ولا مرة مرة في النهار جوج مرات كي دايرة بخير واش ولفتي شوية بحال إلا كان حاس وراه كنكون أنا في المشاكل كنقول لي أنا بخير وهذا باش يشيد عليه هذا الأخ اللي كل مرة كيسول باش ما نقولش ليه شي حاجة قال لي أش بينك وبين خوك لهالدرجة أنا فين أنا فين أنا تصدمت كيفاش أش بينه وبين خويا خويا ولد امي وبا خويا مش بينو بينو راه بينو بينو حاجات كثيره اللي ما قلت لي هو قلت لي هكا هو ما كيحملش تقول لي اللي ما بينك هو اللي رباني اللي ما بيني وبينكش كاع انت يا لنا ولد امي وبويا وحل فيا وكبرني وفي مثابه الوالد ديالي حيت هو اللي يعني هو اللي انا كبرت شويه لقيته هو اللي السند ديالي اييه صراحه هو كل شيء ماشي غير السند ديالي وكنعاود ليه كل شيء كيحن فيا ما كيخلينيش الا مرت ما كيخليني كيبقى يجلس معايا صديق هو صديق اخ كل شيء كيفاش كلي هذا السيد هذا ولدرجه انني نهار فكرت انا نهار جاني الخطيب انا اييه هو ما بغيتش نخلي خويا بوحدو وكان شاف واحد بنت الناس وقلت ليه بغيت انا وياك نديروا العرس نهار واحد وبغيت انا ما نخليكش انا تتعمر دارك باش ما نخليش لك داك الفراغ الا مشيت انا حيت عارفه كيفاش مربي يعني انا وياك كيفاش دايرين واخا تاهو تزوج قال لي لا بينك وبينه شي حاجه علاش كيبقى يسول عليك كل مره علاش مهم ملي كنجي هكا للدار كنغضب وهذا ملي ما كيبغيش هذا الاخ ديالي يخلي لي كيهضر معاه كيقول لي علاش كضربها كينكر كيقول لي ما كنضربهاش وهذا حتى وصلوا في صراعات حتى منع عليا انني ملي رجعت عنده منع عليا انني نبقى نهضر معاه منع عليا نهائيا انني نبقى نتواصل مع هذا الاخ ديالي دابا اللي قلت لك كيصوني دابا كيصوني في التليفون كيقول لي ما تجاوبيش خويا كيصوني حتى هي صافي كنقطع كنجي انا للدار الا جيت زياره للدار كنقول ليه اسمح لي اش واقع خويا قال لي انا بغيتك الاخ ديالي مسكين قال لي انا بغيتك غير تكوني عانيه غير ما يبقاش يضربك ولو تقاطعي معانا كاملين قال لك ما تهضريش معانا واش غيرتاح هو ما غيبقاش يضربك صافي ما تبقاش تهضري معانا واخا خليك معايا لحظه قصيره وانا راجع للتواصل ديالي معك ومع جميع المستمعين اللي تتابعوا معنا هذه الحلقه المباشره من اثير اذاعه ام اف ام في برنامج سمير الله يعاونك صافي اللي يعجبك ديري الله يعاونك هذا السيد قال لي راه غير ينتقم منك انت كترجعي لنا كتشوفي كما كانوا يقولوا الجنه وحتقالين وما كديريش شي حاجه في حياتك انا كنلقى ما كندير حتى حاجه والوليدات كيبغيو شحال من حاجه بغيت هذه بغيت هذه وكتشوف بعض المرات مالين الدار حيت صعيب تجيب الوليدات هو مبقاوش مولفين في الصداع ديال الوليدات تجيب لهم الوليدات وهذا كيبقاو بعض المرات يخاصموهم كيبقى فيا الحال يعني شحال من حاجه صعيبه المسؤوليه صعيبه المسؤوليه بزاف انك تكوني بوحدك وفي هذاك الظروف ما كيكونش بحال الا كنتي في دارك وبين فراشك وكل شيء ديالك الحاجه اللي بغيتيها ديالك تهزيها يعني كيكون هذاك المهم كنقول عاوتاني لا ربما يتبدل نرجع كملت لك هذيك فاش حملت ملي كان عندي 8 شهور عنفني وخرج اختو لحسن الحظ مسكينه مره الا ما مشيتش عندها كتجي تطلع ليا حيت انا قربت نولد اييه كتجي تشوفني اييه انا ملي قال لي هكا صافي انا حسيت براسي ما بقيتش قاده لا نهضر لا وما خلاش ليا الصوت ما كانش عندي في التليفون قلت للبنت الصغيره عندي قلت لها تقريبا كان عندها قربات عام ونص حيت انا ولدت ملي ولدت المره الثانيه كان عند الاولى عام ونص لها حلي الباب قالت لي علاش ماما قلت لها غير حلي انا حسيت براسي صافي انا قلت صافي داك النهار انا قلت غنموت والبنتي جالسه مسكينه كتغوت حدايا قالت لي ماما لماماك قالت لي ما عرفتش
صافي زادني اتصلت بالزوج ديالها زادني داوني لي جورج داروا لي الاكسجين تما حتى عقلت قلت لي مالكي بقيت كنبكي قلت لك اخويا ملي فقت قالت لي مسكينه مالكي قلت لها والو من بعد صافي بقات هذيك اللي دارت لي الاكسجين قالت لي مالكي بك شي حاجه ما شكون دار لك هذه الحاله حيت شفت الاثار ديال العنفوجي وشنو كان السبب ديك الساعه باش مشيتي انت للسبيطار ملي ضربني هو ما عقلتش بالضبط علاش ولكن ضربني كيضربني حتى تحتي كوما غيبتي كاع انتيا لا ملي خلاني كنت باقا عاقله شويه ملي حسيت براسي ما بقيتش قاده قلت لبنتي تحل الباب لي باب قلت ربما تخرج الباب ولا تغوت يسمع شي حد ما عاد ما بقاش عندي الجهد وحتى التليفون ما فيهش الصوت نعم ملي فقت قالت لي مالكي قالت لي السيده اللي حدايا قالت لي تعصبتي قالت لي شويه قالت لي شويه كنتي غتخسري داكشي اللي في كرشك اما انت قالت لي راه كون ما نقداتكش السيده قالت لي دابا داكشي اللي في كرشي كيف بقى قالت لي راه دابا راه الدق ديال القلب واخا خفيف باقي بطيئه بزاف ولكن قالت لي الا حسيتي غتمشي للطاي الا حسيتي بزاف شي حاجه خصك ترجعي لنا المهم جابتي الاخت ديالو قالت لي هذيك السيده شكون مالكي شكون دار لك هكا قلت لها صافي غير خلي داكشي ملي جيت للدار قالت لي اختو واش عاوتاني هو قلت لها قالت لي صافي لا اليوم انا غنقولها لي هذا الشيء ماشي حاله شنو شتي بقات كتبكي كتغوت اشنو كتسني قالت لي علاش صابره مازال صونا طلي قالت لي اجي دابا فيما كنت اجي قال لي انا قالت لي سميره راه ديتها لي سيرجون صاش وقال لي قال لي ما يمكنش جا للدار لقاني في هذيك الحاله بقى كيبكي لا واش انا اللي وصلتك لهاد الحاله سمحي لي يبكي كاع يبكي اشنو هاد الشيء الله يقطع ليا يديا الا مسيتك مازال كون وقعت لك شي حاجه شنو غندير كون متي ليا شنو غندير صافي كنقولها الثاني راه يعني بحالي لو ولفت واخا راه ما يمكنش تقولها ولفت على العنف وسميتو بحالي لا داك الوضع صافي حيت كنشوف انني كيف ما قلت لك كنجي كنمشي للدار كنلقى حاله كنرجع نفس الشيء ما صافي وليت ما بين نهارين كما كيقولوا فين غادي نمشي كنبقى نغول نبكي كنصلي كنقول يا ربي فين غادي نمشي يا ربي شنو غادي ندير باش نحل يعني ما بقيتش عارفه شنو غندير لدرجه بعض المرات كنخرج كنقول صافي غنخرج غنمشي للزنقه غنمشي لاي بلاصه اللي ما يلقاني فيها حتى شي حد حتى كيبقى وليدات ماما كنقول لا عاوتاني كيفاش نخلي وليداتي وهذا صافي المهم بقيت على هذيك الحاله وليدات كيكبروا دابا 6 سنين ونص وخمس سنين اللي عندهم حاليا اللي انت غير 6 سنين و5 سنين ملي كان واحد اخر مره كنجي للدار كان عندنا شي اشغال منزليه في الدار اضطريت نمشي عند اختي ايوا السيد ما كيسولش بلقى ما يدير كيسولو ولكن ما كيلقاش كي يعني كنقول انا لا ما رجعش لي مازال هذيك المره صافي قلت ما رجعش لي ولكن انت اللي خلاك ديك الساعات ما ترجعيش هي قلتي كان عندكم الشغالات البني وداكشي في الدار عنده نيت فضربي الزوج لا في البيت ديالنا جيت انا للدار ما صافي قلت صافي ما غنمشيش وكانوا عندنا شي اشغال واضطريت نمشي عند اختي ومشيت عند اختي واسمع الاعراف وطبع الاخبار تعرف انني عند اختي شنو هي الحاجه اللي كرهاتك صافي قلتي ما باقيش نرجع عنده صافي هكاك صافي مني شفته يعني في الاخر ولا كيعنف حتى الوليدات بنفس الطريقه باش كيعنفني انا قلت صافي لا ماشي بهذا الشكل ايوا ملي مشيت عند اختي جاب مشى جاب عصابه اجراميه جاب 3 رجال حالتهم حال الله ما فيهم ما يتشاف جا تجمعوا علينا في الدار ديال اختي داوني صحه دوك يعني للدار معاه هو معاه وطوني للدار عنده صافي عطيت ما وقالوا لي نهار تخرجي مازال راه اللي بغيتي في خوت كنجيبو لك اونتي كابي غنجيبو لك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف
شنو غندير انا كنقول دابا كيف واصلا ديما هو شنو اللي مخليني اصلا حتى معاه هو صابره جا وجا جا بلاتي جا راعب اختك في دارها مع وليداتها اختي كان راجلها مسافر بالخدمه وخويا حتى هو كان مسافر اللي كيخاف منه هذا اللي ما كيحملوش هو واخا هكا كيخاف منه كيجيش جيتو حتى لدرجه انه هذا الاخ ديالي كيقول لي مشي شي بلاصه نهضروا غير انا وياك نهضروا قول لي شنو المشكل ديالك عندك شي مشكل مع السيده انا نحلو ليك انا نشوف معاه انا نهضر معاه انا خوها الكبير قول لي لا ما انت انا وياك ما نتلاقاوش ملي دار هذا الشيء هذا تعجبك ليك اصلا ديما كيهددني بهم ديما واش كان بالليل واش كان بالليل هذا الشيء ولا لا بالنهار عاودي ليا كنت جالسه انت وانت اختك وداك الشيء وليداتك كنت جالسه انا واختي كنت جالسه انا واختي وليداتها دق على اختي ما بغاتش تحل ليه قال انا فلان قالت لي شنو بغيتي قال لي انا بغيت فلان قالت لي لا ما بغاتش تشوفك انا قلت لها ما بغيتش ما تحليش ليه هكا ما بغاوش هرسوا الباب في قلب دار يعني الحرمه ديال داك السيد ودار الحرمه ديالها هي ديال للاسف مؤسف ليك هرسوا الباب صافي انا ملي سمعت اختي كتغوت خرجت لقيت السيد قال لواحد من هادوك اللي معاه هزها هزني انا وانا انا دايره دابا حيت كنت زعما دايره لباس محترم وهذا وفهاد الاخر وليت دايره الحجاب الشرعي اللي حتى هو ما كانش كان ضده ولا كيقول لي لابسه الخنشه بس داك الشيء بحال شي خنشه انا حبيت الحجاب الشرعي ودرته مع العلم انا كنت ملتزمه والفولار وهذا ولكن بغيت نزيد في الالتزام وبغيت نقرب اكثر لطريق الله ديما كيعيني بهذا اللبس هذا مهم مع العلم انني دايره هذا اللبس هذا وما كان يعني ما كان صافحش مع الرجال وما كان نتلاقاش معهم هذا جا لقاني باللبس ديال الدار ما قالش لي تستري ولا شي حاجه هزني قال هذاك الماء ولدرجه انه ما هزنيش هو هذا الشيء اللي ما بغاش قال السيد اللي معاه هزها انت بضاعه انت هو هز الوليد ورا واحد المستوى اللي هزني وهذاك والاخر هو هز الوليدات مؤسف دخلنا الطوموبيل كنت شفت هي بجوج يعني غادي كتقول اختي ديالي تصدمات ما عرفتش غادي بيا والدار ما عرفتش غادي بيا لشي خلايا قتلني ما عرفتش غادي تكرفسوا عليا ما عرفتش كتقول لي على عرق وليا غير غادي فين غادي بيها ما حضرتو شهود ما شافوا شهود هاد الشي ما شافوا كاين العيالات ما كانوش رجال هو راه حاضي الوقت وتسنى حتى خوات ما حتى ما كاينينش رجال واخا ما كاينش رجال حتى العيالات كاين غير عيالات شهدوا العيالات باللي هرس الباب واحد فيهم دفعها وتقصها في رجلها شحال وهي تفدات في رجلها شحال ما كتمشاش فيها شدات البلايك وداروا ليها الباند رجلها شحال ما كتقدش تمشي الاخت ديالي دابا بغاتش يديوني بقات مسكينه كتقاتل معاهم ودفع واحد فيهم ولا حامل بحال هكا من الدرج وتقصها في رجلها المهم قال لي لا انا مرتي هذيك ديها فين ما بغيت كنقول لها هي بقيت كنهد فيها كنشوف فيها قلت لها صافي غير صافي ما تخافيش نقد على راسي ما تخافيش رغم انني راه في واحد الحاله ربي اللي عالم بها وليت انا بغيت غير اختي كنصبر غير في اختي عيط مسكينه كتبكي المهم جدني هكاك ما لابسه حفيانه والحوايج عاديين حوايج ديال الدار فولار كنت لابسه غير فولار صغير حاولت نغطي به واخا هكاك في هذيك اللحظه وليت كندابز غير نغطي شعري كامل قلت وحدايا هادوك بقيت كنبكي بحال هكا وبقى في هذيك اللحظه ني تغدي ما راه الطوموبيل وبقى كيقول لي اسمحي لي عافاك اسمحي لي راه انت اللي اضطريتيني ندير بحال هكا هادشي وانتم غادي للدار ومعايا هادوك الناس انا مستحيل كيقول لي انا مستحيل نعيش بلا بك ندير اي حاجه وما نعيش بلا بك اسف شنو هادشي بقيت كنشوف فيه بحال هكا بواحد النظره وقلت لي اشنو هادشي وكنشوف في الحاله ديالي قلت لي عارفني اشنو كنلبس وحط حدايا رجال وانا لابسه هاد اللبس قال لي
من لا داك شي ما تسوقيش لي هادوك كاع ما مسوقين داك شي قدامهم ماشي شو كاع ما تسوقي لي قالوا لي لا راه انت بحال خطنا وراه مسكين راه خاوه هادي مني جايبينك هزينك راه كيعاني ملي خليتيه وما يقدرش يسمح بوليداتو الا ما كنتيش انت وهذا قلت لهم هو كان تفاجئ انه هو ما قالش يوم راه كنضرب السيده هذا سيناريو فيلم صايبو كله جايبو الرعب هذا سلام اخويا مصطفى الرعب والعاطفه هذا الشيء خلت في فتره وحده بقيت فاهمه والو قلت لك راه مبقريه وكنت مبقى ليا والو غنصبر عيشني في واحد الدوامه اللي خطيره جدا راه ملي كان كيعنفني ديما كيهددني بخوتي ديما كيهددني بالعائله راه غندير لهم غندير لهم الا بغيتي شي واحد يتعوق انا نعوقه الا بغيتي تمشي اختاري يا اما تعيشي معايا هكا في التاديب وهذا او لا عائلتك ولا خوتك او لا هاد الوليدات نيت قال لك راه عندي عادي يعني كنغطسهم غير في الصل ديال الماء نجيب روحهم في ثانيه وهذه هذه من 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 احدى الوسائل ديال التعذيب انه كيغطس ليا راسي في الصل ديال الماء كاينين بزاف ديال الطرق اللي ما بغيتش نضرب بهم لك الا سمعهم غير هذه من احدى الطرق احنا كنسمعوا صديقتنا سميره ولكن كنتمنى ان التفاعلات ديالكم اللي تكون فيها حكمه باش نقدروا نازروها نتكلموا معها لان هي اختارت باش ما تبقاش بوحدها وتكلمنا حنايا باش نقدروا نسمعوا ليها ونتواصلوا معها ونكونوا يعني كما كنقولوا مازرينها في هذا الموقف اللي هي كتعيشه دابا كان الداعي كان كما كيقول كان الداعي القوه رغم انني راه من الداخل من مهرسنتي بزاف 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 ولو دابا شافني دابا من العائله صحباتي وهذا كلشي الحمد لله كلشي يوقف معايا كلشي كيجي عندي كيف ما خليتهم بديك الصوره الزوينه بقى عزيزه عليهم كيجيو كيقولوا لي ساكن على سلامتك بزاف بقاو معايا بزاف بزاف بقاو على قبلي وكيقولوا لي الحاجه الوحيده اللي زوينه فيك انك ما عندنا هادشي كامل اللي وقع لك ما بيناش فيك يعني بقى زوينه وبقى ظريفه وبقى يعني كتحاولي انك تكوني تبقاي في نفس الصوره اللي كنا عارفينك بها. للاسف انت منكسره امراه اللي والحمد لله الحمد لله دابا راه الا شفتيني ما غتقولش هذا الشيء كامل اللي كان تقول ما هذا الشيء ما عشتش هذا الشيء كامل اللي كنعاود. نعم كنحاول نضحك كنحاول نكون مع الناس كنحاول ننسى واخا لكن ملي كنكون بوحدي عاوتاني داك الشيء كامل كيحلي بيني داك الشيء كامل ما يستاهلش. كيك اخويا اداني داوني سميتو بلي كتبقى هكا كيهضروا معايا كتصدم انه ما كانوش عارفين كيقول لهم راه خوتها داوها ليا صحه ما هي راه باغاني هادشي اللي قال هادو اللي جاب هادشي اللي ما انت غادي يبرش ليك حيت صافي ما بغيتي تعتكي راسك ملي بقينا هكا في الطريق قالوا لي لا علاش خليتيه هو راه ما يقدرش يعيش بلا ديك راه مشى يموت راه ما كياكل ما كيشرب وهذا وهذا الحمد لله قلت لهم واش كاين كلشي عندكم سمحوا لي قال لي واحد السيد فيه ماشي مشكل خذي راحتك قلت كلشي وانا كنبكي وكنهضر كلكم عندكم وليداتكم كل ممكن اي واحد فيكم يكون عنده بنات واخواتات وامو قال لي قلت لهم يرضى شي واحد فيكم انه مو تضرب مو تعنف مو تعذب او لا اختو او لا مرته او لا بنته قال لي واحد فيهم علاش واحد هذا هو الرئيس ديالهم هذا هو اللي كيقول لهم ديروا جلسوا قال لي علاش قلت له السيد راه كيعنفني راه مشيت حيت كيعنفني ماشي حتى شي حد ما قال لي سيروا لا قلت لي راه عييت معاه قلت لي راه سنين سنوات وانا كنصبر وانا كنسمح وانا كنسمع وما بغاش يدير عقلو قلت لي ولا هذا السيد هذا كيهددني بالقتل ديال وليداته واش ترضاو انتوما تبغيو قال لي واحد فيهم لا صاحبي ما قلتيش لينا هاد الشيء وحشومه عليك ماشي بحال هادي اللي كتضرب حشومه لا علاش تضربها علاش تعنبها باينه فيها درويشه قال لهم لا راه ما كانش عارف راني مريض ما كانش عارف كنضربها ما راه انا اللي عارفه شنو دايره نقرا هذيك راه بحال ما غلقى في الدنيا كامله راه كتعاملني معامله طيبه كدير ليا بقى كيشكي عليهم ظريفه وما عمري لقى بحالها ولكن ما كانش عارف حتى كنتعصب راه كنتعصب انا مريضه قال لي لا خصك تشوف شي حل هذيك راه ماشي حياه هذيك انك تبقى تعذب السيده هذه وقال لي ياما لا راه صافي على حسابنا اخر مره غيضربك غير صبري غيدوزي هذه وهذا
مع هذا الشيء ديال صبري وهذا في نفس الوقت مره مره كيهددوا مره مره عندك تشكي ولا شي حاجه راه خوتك راه عارفين خوتك واحد اللحظه واحد فيهم خرج التصاور ديال خوتي هذا فين كاين هذا فين خدام فين خرج من البلاصه كاين اولى اخرى هو توا فين خدام اختك الفلانيه هي فين كاينه اختك الفلانيه هي فين كاينه الوالده هي فين كاينه اللي بغيتي ديري اي حركه راه غنجيبو لك شكون هذا هو نيت بوحده اللي كيقول لك هما هادو اللي معاه يعني كيقولوا لك هما اش كيقولوا لك هادو اللي معاه باش ما نشكيش عندك ديري شي حركه اللي ما هياش ولا ماشي هذيك انا حنا راه هادو اللي انت عليك وتعني بهم حنا راه نعرفوك مشيتي تشكي ولا بغيتي تشكي راه غنمشيو ليهم سيبال من يداني انا للدار بقى كيتحسر وهذا وفي نفس الوقت حتى هو كيقولها لي عندها كيقول لك راسك ديري وهذا وديك اختك اللي تهجمنا عليها كانت هي كانت دارت شكايه وبعد ما بدات كيهددني انا دارت معايا قلت لي ما تكمليش في هذاك الشيء اللي درتي قالت لي لا علاش ما يمكنش راه راجلي ما بغاش يسكت قال لك لا تهجموا لي على دارو هذاك دارو هذيك الحرمه ديالو بطبيعه الحال قلت لي عافاك قولي لي اسمح لي وقولي لي ما يدير حتى شي خطوه راه انا اللي عارفه علاش صافي مسكينه ملي سمعت هذا الشيء مشات حتى هو كان مسالم الزوج ديالها الله يجازيه بالخير كان مسالم قال لي صافي قال لي على ربي غير ما يبقاش يضربها غير يدير عقلو في هذه صافي ملي تهجم ودار هذا الشيء كامل حيت باغيها غير ما يعاودش يضربها على هذا السلوك هذا كيقدر يجيب موراه غير الضرب راه يجيب موراه شحال ديال الحوايج اللي خايب قال لي نسمحوا ليه ربما الا سمحنا ليه هذه المره الا دار هذا الشيء كامل سمحنا ليه غيدير عقلو نسمحوا ليه معليش ما في سحبوا هذيك الشكايه ما بقاوش كملوا فيها صافي ما يدير عقلو في مثل هاد الظروف مثل الحالات والمواقف اللي عاودتي لنا تتحيدي انت المهم انا في الخوف صافي بقيت من عليا عائلتي عامين ما شفتهمش عامين ما تمشيش تشوفيهم باش ما ديري شي خطوه ولا شي حاجه تمشي زعما وتبقاي ودير شي حاجه وبقى كيخرج الى غنخرج انا وياه بجوج وبقينا نفس زعما ما تغيرت حتى حاجه العنف باقي كيف ما هو ويعاد ما زاد ولا التهديد ولا الرعب ولا الوليدات بحال هكا كيعنفهم ولا صافي يعني بقيت هكاك لا ما تهضريش مع عائلتك بقيت عامين حتى شافني صافي جلست قال يعني ما تمشي با والو صافي خلاني قلت وحشت الوالده جات عندي الوالده مسكينه بقات توحشاتني تعيات وهي تجي عندي جات عندي شافتني وقال لي خوتك وهذيك اختك اللي تهجمت عليها ما عمرك تهضري معها حيت عرف انها فايته دفعت الشكايه وعاودت حيدتها واخا حيدتها قال لك لا ما كانش عليه اصلا دفعها ما تهضريش معها المهم هي لي عائلتي كامله عامين طال واحد النهار حلم قال لي العواشر ماشي مشكل يلا تشوف الوالده ديالك المهم وقاش ما بغى هو اي حاجه كيمكن يديرها عن طواعيه ولكن الا ما بغاش هو ديك الحاجه ما يمكنهاش تكون المهم بقى هكا صافي بقيت كنشوف التعيت ما غنضحيش بعائلتي نصبر انا نموت انا يقتلني انا وما نضحيش بعائلتي بقيت هكاك تقريبا ملي كملت هذيك يعني جيت شفت العائله والسيد عاد يلا عاد ما زاد فيه ولا كيمنعني من الصلاه كيمنعني من الصوم في رمضان يعني ما نقراش القران يعني صافي فات الحدود واخا هكاك ومني كتمانعيه ولا مثلا تقولي لي علاش كترد تقول هذا الشيء علاش كتمنعني باش ندير هاد الحوايج اللي كيتعلقوا بيا وبحريتي الشخصيه بالعقيده ديالي وداك الشيء كيقول لك انا اللي عارف اش كتعرفي انت في الدين هو طاعه الزوج هو اولى عاد مثلا بحال هكا كنشوفوا دابا معصب ولا داك واش تراجم كانوا شي كنتوضى كنمشي كنجلس نصلي جوج رقعات كنقرا القران ديالي كيجي كيعيد لي القران كيصيفطو واخ يقول لك انا اولى ماشي القران لا حول واخا كنحطو كنقول ليه واخا يلا قول لي شنو بغيتي دابا نديرو لك اللي بغيتي اللي حبات خاطرك نديرو ما كاين حتى مشكل لا وداد الوليدات عاوتاني ما يشوفوش داك العنف وما يشوفوش ما كيعرفش هو بلي راه لا طاعه اللي مغسول يعني مخلوق اللي ما عرفش معصيه الخالق لانه السلوك اللي كيدير معاك ديال العنف والضرب والاذايه
داكشي كله قال لك يا جوج قال لك في القران كاين كاين وضربوهن ولكن وضربوهن على يعني الجهل قمه الجهل للاسف وليت كنصلي وليت كنصلي بالتخبيه تصور درجة أن البنية ديالي سمعت واحد المرة قال لي إلا 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 نسيتي صلي إلا شفت راسك حدر صلي إلا يعني إلا سجدتي هذاك الراس غندرسو لك كنخليه تيخرج ولا تينعس كنصلي في التخبية بعض المرة تصور أقسم بالله أنني صليت مرارا وتكرارا صليت وأنا ناعسة كنصلي وأنا كنضو الضو وكنتقى في بلاصتي كنستقبل وكنصلي بلا ما يحس بيا هو أولا كنصلي وأنا جالسة كيف حالي لا جالسة كنقرا ولا شي حاجة كذا ما كيردش البال كيتفرج في شي حاجة كنصلي وانا جالسة جات عندي البنية لقاتني كنصلي وانا جالسة قلت لي ماما اش كديري قلت لها كنصلي ماما قالت لي قال لك بابا الا صليتي راه غنهرس لك راسك يعني اين هي التربية شوف هاد السيد هذا كيفاش ناوي يربي يربي هاد الوليدات بنيتها شحال في العمر ديالها سنين ونص دابا سنين ونص فواحد السن اللي فيه خصها تكتسب التعلم وهذا تعرف وخصك واللي غادي تعرف فيه باللي الصلاه تساوي تهرس الراس وتوريها كيفاش توضا وتعلمها كيفاش تصلي وتعرف معها وانا كنوريهم كنوريهم هكا الوضوء كنوريهم يجيو يصليو معايا وهذا هو كي هذاك فهاديك استغفر الله العظيم استغفر الله العلي العظيم مهم قلت لك من بعد ما بقيت هكاك على هذيك الحالة الواحد حتى لواحد النهار شحال في السن ديالو هويا ما تكون دابا 46 سنة 46 سنة واسمح لي وانت شحال في السن ديالك 26 سنة 20 سنة ديال الفرق ديال الفرق صعيب 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 وهاد العنف هذا اللي كيخدم معاك واش غير معاك انت ولا مع الناس كاملين الا لا معايا في الخدمه ديالو كيقولوا الله يمر هضر درجه راه نهار راه ملي وصل كلشي دابا ولا كلشي عارف ما متوقعوهاش منه ما قال لك ما يمكنش واش كياكل شي مخدر ولا شي حاجه قلت لهم انا ما عمري شفتو باش نعرف اش كيدير في خدمته ولا هذا انا ما عمري شفتو ما عمري حصلت عليه حتى حاجه وداكشي اصلا انا ما كنعرفو باش ما نكذبش ما عمري شفت انا داكشي ما عمري شفتو كنقول لهم يحطوا عليا ما غنعرفوش حيت ما داكشي ما تربيتش فيه وما كبرتش فيه وما عمري شفتو ما عرفاش كي داير المهم نهار غير في الكاش نهار كنا بحال هكا كنا جالسين هادي من ورا ديك العامين ديال ما تشوفي حتى واحد وداك شي كامل من مورا ديك العامين صافي جيت شفتهم واحد المره العائله ديالي صافي بقيت بحال هكا كل مره كنتعنى كيجيبني عند عائلته وانا هكاك وهما عارفين هما عارفين العائله ديالو عارفين ان راه ديجا المره الاولى راه مطلقه على العصا وقالوها عليا كاملين وفي الاخر ولا كيقول عليا حتى هو كيقول لي انا كنت كنضرب المره الاولى وها باش كنت كنضربها كاع داكشي باش كان كيضربها كان مخبيه غير هي كان مخبي وهي عتقات راسها من عامها الاول هي دفعت طلاق شي خقتها هي كان كاين كابل كاين سمطا كاين يلا شحال من حاجه كنخبيهم وكيقول لي جبديهم براسي كنقول لي سيري انت جبديهم فين كاينين وكنجبدهم كنحطهم كيقول لي ها هما وهادو باش كنت كنضربها وحتى انت راه نفس الطريق كيقول لي هي حيت مشات قال لي مشات بالاولاد راه درت ليها 70 جلده عاد مشات لدارها بالكابلي انت اللي حيت عندك الاولاد غنقردك ونديرك في خنشه ونحطك حدا باب الارقام يا لطيف يا لطيف يا صحيح 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 ايوا وين قلت لك اخويا نهار غير في الكأس نهار جات نهار بحال هكا كنت كنصغر هكا كنت كنصلي واحد شويه كنسمع كنا عادي ضاحكين ناشطين واحد شويه مشى للبيت كيتصل شي حد بقى كيهضر معايا بحال هكا وانا مشيت نصلي واحد شويه كنسمعو كيعيط عليا ملي صار يتصل كدينا قال لي اجي سمعتو كيغوت على البنيه مشيت عندو كدينا قال لي هاد البنيه راه جات ليا شي حاجه ديال الورق
ورقة ديال الخدمة ديالي مع العلم أنه هو اللي كان كيعطيهم شي ورقة كيرسموا بها. قلت لها اش درت فيها قطعتها ولا شي حاجة؟ قال لي لا هي غير جات قالت لي أنا سمعتها غير ما بغيتش نسبق أنا نقولها لي حيت غيقول لي كتفهمي عليا عاوتاني. قال لي سمعته أنا قال ليها قالت ليه واش واخا نهزها بابا نرسم فيها هي يسحب ليها واش يعني ورقة من هادوك اللي كيعطيها لي مولفة كيعطيها ما رسمت فيها ما قطعتها ما كتبت فيها ما تهجة داتها لي مدتها لي واش واخا نكتب فيها هذا راه غير سبب تافه. قال ليها لا علاش تهزيها بغيتي تخرجي عليا بغيتي تدخليني للحبس بغيتي تخرجي ليا على خدمتي زيد عليك قلت ليها شنو قلت ليك ما قطعتها ولا شي حاجة قال لي لا قال لي ولكن لا خصها تعاقب على هادشي اللي دارت خصها تعاقب حيت هزاتها خصها انا ما بغيش ندخل حيت عارفه انني غناكل العصا صرفقها جوج مرات وانا واقفه كنشوف قلبي كيتقطع قلت حتى الا صرفقها كاب خليه يعاقبها عقاب اللي قالو هو باش حتى هي ما تبقاش تنصلي المسائل ديالو ونقصوا الصداع نعيدوا الصداع يمكن جميع الطرق باش يمكن توري وتفهم وتصوري هو العنف هو لا هو العنف باش كيعاقبوا تصور انه راه ما خسرتهاش ما دارت ليها حتى حاجه مسكينه زاتها وسولاته واش نهزها هو من هذيك المكالمه اللي شالا داك الشيء تما فين تشرى بحال هكا بحال المصطلح لما حيت كون ملي كيكون على طبيعته كتقطع كاع كيقول لها ما تعاوديش راه لا هادي راه هادي علاش كتصلاح راه غدير ليها مشكله بنتي راه ديال الخدمه وهذا ملي كيكون على طبيعته يعني هذيك بحال هذوك مسائل ماشي ديال داك الشيء اللي دار داك النهار اللي وقع هكاك ملي صرفقها صافي بقيت كنتسنى دابا يطلقها بقى كيغوت عليها بقى كي واحد اللحظه هزها ربي على الحيط يا لطيف يا لطيف يا لطيف هذيك فاش ما شعرتش انا طحت قدامه كنقول ليها العار هكا العار عافاك ندير لك اللي بغيتي اسمح ليها ما بغيتش زعما نجي انا تكبرا عليه ونقول ليه لا لا درتي ليها هكا ولا نتقابل معاه عافاك كنقول باقا ديك الساعه كنقول راه هي اللي غلطانة اللي على صواب تعرف انا الكاركتير ديالك كثير نقول لي اصلا حاجه غي عافاك اسمح ليها كنبوس ليها راسو كنبوس ليه يدي عافاك اسمح ليها قول لي خايفه على بنتك خايفه على بنتك في نفس الوقت وخايفه على راسك يخلطك معاها ومن خايفه حتى من هذاك الصداع المهم بقيت كنرغبو عافاك ما بغاش صافي هو عاد ما زاد جهل ولا كيهز البنت كيضربها بشي طرق اللي جد باش يعني ما شهرتش انا صافي هذيك تحت قدامه قلت ليه ضربني انا وخليها هي قلت ليه واش معصب ضربني انا وخليها هي قال لي وليتي كتقابحي معايا وهذا غنضربكم جوج بقى ولا بغا ماشي يضربني انا وهي لا ولا كيضربنا بجوج انا وهي بغا يضربني انا وهي وهي مسكينه كطيح عليا وكتقول عتقيني اماما هو كيقول لي خرجي ما تدخليش بيناتنا وهي كتقول عتقيني اماما يعني فين غنكون انا فين واش نعتق هذيك البنت ولا نتبعو هو قال لي ما كتنسيش لراجلك خرجي قلت لك خرجي من البيت خليني معاها وانا عارفه ما غيطلقها حتى توقع فيها شي حاجه حيت عارفه شفت غير داكشي اللي كيدير ليا انا صرف فيك انت خليه وهي صغيره لو هي صغيره دقه وحده غادي تحمل داكشي اللي انت كتقول واشنو غيدير من بعد غيبكي غيقول كاع ما عرفت واش انا اللي درت ليها قلت اللهم نمشي وانا وياها بجوج ولا نمشي انا وما تمشيش ليا هي بقيت هي هذيك بقى كيجرني من شعري وكيضرب بيا الارض وكيضرب بيا الحيط وكيمشي ليها عاوتاني كيطيح عليها انا كنحيد عليها انا هي وكنخرجها كنقول لي ضربني انا هاني انا قدامك ضربني انا صافي خليها لاول مره نتقابع معاه ونوقف معاه هكا وكنقول ليه ضربني حيت صافي وما شعرتش مازال كنشوف بيا مسكينه وفي الاخر اللي بقات في الحج جلدك صاحب قوه العنف وداكشي صافي كنقول له اللهم انا ولا تجي في البنت واللي بقى فيا لحد الان هذيك فاش قلت انا صافي ستوب لهذا الشيء اللي سمعت من البنيه لدابا كتزنزن في ودنيا قالت لي مسكينه خرج ماما خليه يضربني انا يعني مسكينه حتى هي بقوه هذاك سميتو كتقول لي مسكينه خرجي ماما خليه يضربني انا
قول لي لا بنتي غير كتي كان عندنا قبعة هكا كنخرجها كنحطها حدا الباب وكترجع مسكينة باش يضربها هي وما يضربنيش انا بقى هكا بقى كيضرب فينا انا واخا هكا كيضرب انا نقول ليه وصافي على الشيطان راه ما درت والو راه ماشي شي حاجة راه والو المهم تاقيت صافي راه برد خرجت انا بحال هكا خرجت البيت حيت ملي كنعيط عليها مازال ما كملت الصلاة رجعت صافي نعرف الشيطان مشيت وديته ودخلت البنيات ديتهم للعصام هكا باش ينعسو رجعت كنكمل الصلاة ديالي وقلت نبقى غير هكا كنبقى غير كنصلي احسن ليا من انني نبقى وبقيت كنبكي وانا كنصلي وكندعي الله كنتفاجئ جا العصا ديال الشطابة وغادي بالبنت عاود تاني غادي البنت ديريكت هادي اللي بنت بحال هكا يلا ضربها الدقه الاولى بما صليت انا الصلاه ضربت بحال هكا شفت فيه هذا الدقه الاولى وطحت عليها ثاني بقى كيعطيني انا يعني مازال ما برد هذاك الشيء اللي فيه بقى كيعطيني كيضرب علاش دخلي اش دخلت انا نضربها بنتي هذيك لا بقيت انا ساكته وهو كيضرب صافي ما بقى عندي باش نجاوبه بقيت انا ساكته كيضرب وكيدفع وهذا صافي حتى شافني انا نهاري صافي بقى فيه ما يضرب صافي خرج بحال هكا خلاني مشى لبيت لاخر نعس لا غدت لي انا ما نعستش حتى الصباح نعست ديك البنيه مسكينه الوليدات خايفين وكيبكيو بجوج نعستهم بقيت انا هكا كحل عينيا وانا خايفه في اي لحظه يجي عاوتاني للبنت لالي عاسه انا يعني بقيت عاسه وكنبكي حتى الصباح وصلت يلا وصلت هذيك 8 ونص هو جاي قال لي نعسى قال لي لا قال لي فيقي هاجي واخا مشيت عندو مشى البيت الاخر سد عليا في البيت الاخر وين انا وياه هاجي نكملو داكشي اللي بدينا البارح راه مازال ما كملناه كاع يا لطيف قلت لي كيفاش قال لي اش داك تدخلي قال لي داكشي اللي فيا مازال ما برد اش داك تدخلي وانا كنضرب بنتي بسبب ديال ليا ما كنتش غنضربها قد هذيك العصا ولكن بسببكم اللي جعرتيني زدت ضربتها بزاف اجي دابا تخلصي داكشي اللي ضربت بنتي البارح الله بقيت هكاك بقى داك السيد كيضرب فيا من 8 ونص حتى 12 ونص النهار يا ربي السلامة هادوك يعني الوليدات فاقوا كيبكيو على برا عاودوا رجعوا نعسوا عاودوا فاقوا بساكت تاعي وبقاو في البيت ما قدروش يوصلونا حيت حاصرين وديما هكا راه ماشي ملي كيعنف هو راه ما كتقدرش ساعه ساعتين هو بعض المرات واحد المره في رمضان كيضرب من جوج نهار حتى بعد العشيه قبل المغرب وما فطرناش فات المغرب ديال رمضان وما فطرناش المهم بقى هكا حتى 12 صافي طوف الناس قربت لي وقت الخدمه كون ماشي وقت الخدمه الله اعلم واش غيبقى هكا النهار كامل قربت لي وقت الخدمه خرج جمع حوايجو قال لي نوضي ديري غدا نوضي ديري غدا يلا دابا باش نديه الخدمة كيديه معاه كل مرة وهي بعض المرة كيتغدى بعض المرة كيديه معاه نوضي وجدي الغدا وجدت الغدا هي هاديك وانا كنبكي وكنت فيها ضربة في الراس وانا كنحس بالدم كيسير ليا من راسي كنحس به حتى بدوك القطرات ديال الدم كيطيحوا ليا في عنقي الله الله باردين الله 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 وانا هكاك هكذا الزيف على راسي وكانوا جد الغدا وجدت الغدا وانا كنتمشى وانا كنين والام وكان وجد الغدا وجدت لي الغدا حطيته ملي غيخرجت لي الغدا واجد فوق الطبله قال لي كولي يعني العنف بجميع الاشكال ديالو يعني راه ماشي غير ماشي كنت محتاج للغدا ديالك لا غير باش تنوضي ديري داكشي اللي غادي نقول لك هو اللي غتمشي ديريه خسر عليا كلمة واحدة كولي درت بحال هكا قلت لي حسبي الله ونعم الوكيل مع راسي ما كيسمعنيش وفي الأغلبية الحالات ملي كيكون هو كيضربني كنت أنا كنستغفر خاطري ولا كنقول حسبي الله ونعم الوكيل كيقول لي أشنو كتقولي في خاطرك قلت لي كنستغفر الله اللي خلقني وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل وعاد ما كيزيد قلت لي ماشي مشكل وسبحان الله الحمد لله فهذيك الحالات ملي كنكون كنذكر الله هو كيعصيني الاغلب ما كان ماشي غنقول ما كنحسش نهائيا ولكن بحال الا كنكون في عالم اخر
بحال الا هو كيضرب وانا في وانا في واحد العالم اللي ما كاينش الصور. بعض المرات كنكون طايحه مغيبه خفانه وهو كيبقى باقي كيضرب كنرجع كنرجع انا والله الا زعما كنسولك زعما بالصدق كيفاش انت كتاكلي العصا من 8 ونص ل 12 النهار؟ فين هما هاد لي الدين وهاد هاد اللي غادي ينقيو هاد الخضره ولا يطيبوا هاد الغداء؟ وفين هو هاد العقل على اللي عقل على وجد؟ ما عرفتش انا كيفاش درتي لهاد القضيه. كنقيهم علاش الا ما درتش هكاك غيتزاد غيزيد باقي يضربني اولا غيخليها طير يرجع من الخدمه وغيقول لي علاش قلت لك ديري الغداء وما درتيه. يعني راه كان نين قلت لك راه كنوقف بمعجزه. كيفاش كان واحد تصور واحد المره عاوتاني ضربني وانا كنت حامله بالمولود الثاني. ضربني ما قديتش نتمشى تصور قال لي نوضي صرات لي البنيه حاشاك قال لي نوضي بدلي ليها. كان كنحبو برجليا بحال شي بيبي حتى كنمشي هكا كنسخن الماء وكيشوف فيا. وانا كنين وكيقول لي علاش كتنيني سكتي. كنحبو برجليا كنمشي حتى كنسخن الماء وكنمشي نجيب الوسائل وسميتو باش غنضف البنتي باش غنقي ليها حالتها. بهكاك وانا كنحبو حتى كنقي ليها حتى كنقاد حتى كنطرق ليها حتى كنحطها في بلاصتها تنعس. راه واحد التعذيب يعني ما بعده تعذيب للاسف الشديد. راه قلت لك كان ملي دابا ملي وصلت للقضاء وهذا ملي كنقول العنف قالوا لي ما تبقيش تقولي العنف قولي تعذيب. حيت هذا راه فايت العنف. ماشي عنف. وهذا الشيء راه غير بعض النقطات اللي كنقول لك اما راك صعيب تقول كل شيء. المهم قلت لك في هذيك فاش دار لينا هذيك الحاله وبقى كيضرب فيها حتى ماشي وصلت ليه الغدا وخرج ماشي يديه قلت ماشي مشكل صافي مشيت بقيت بحال هكا. فواحد اللحظه هضرت معايا الوالده ديالي يعني ديما كيعرفني ما بقيتش كنقول لهم والو كنقول لهم انا بخير. فهذيك قلت ليها هضرت معايا الوالده ديالي لقات لي في حاله يرتلى قالت لي مالكي. قلت ليها المسامحه. قالت لي علاش؟ قلت لها نتشوفوا ولا ما نتشوفوش؟ مازال امي وكنبكي. قالت لي عاوتاني قلت لها كيفاش دابا؟ قالت لي نشوفكم ولا ما نشوفكم. قلت لها داكشي اللي كاين امي راه قلت لك راه ما قادش نهضر. صافي يا حيت هاد الاخ ديالي اللي قلت لك صافي ما بقاش كيهضر معايا بسبب هاد السيد هذا ملي قلت لك نرجع ليه هو ما باغيش. قال لي تحملي مسؤوليتك ما بقاش كيهضر معايا. قالت لي كيفاش دابا شنو غندير؟ يعني الاخ ديالك راه كيعرف شنو. قلت لها صافي دابا ما تقولي حتى شي حد شي حاجه دابا. سمحي لي الا ما شفتكش مازال. صافي مسكينه شنو قالت لي؟ قالت لي عافاك بدي غير شوفي كي ديري ركبي شي حاجه واجي عندي. لا ما نقدر صافي بقيت هكاك. واحد الحاله واحد اللحظه قلت شنو كندير هنا جديت واحده سميتو لويتو على عليا واحد الملحف خرجت على هكا يلا خرجت على الباب كنتفاجئ خرجت انا قلت صافي غنخرج غنسبق البناتي ونخرج فين ما مشيت ماشي مهم فين غنمشي ولا فين المهم نمشي نطيح في الزنقه نموت في الزنقه المهم ما نبقاش في الدار حتى نموت على الاقل شي حد يشد ليا الوليدات. خرجت بحال هكا كتفاجئ لقيت خويا حدا الدار هذا الاخ اللي ما كانش كيهضر معايا. قال لي شاف فيا بحال هكا قال لي اركبي. ركبت طلعت عند خويا قال لي صافي قال لي هادشي اللي بغيتي في راسك قنعتي. قال لي هادشي اللي بغيتي في راسك قلت شنو غندير اخويا للاسف تعطلتي بزاف. قلت لي بزاف قلت لي كيهددني بالقتل ديالكم انا فين قلت ليه كلشي قال لي يقتلنا وما يديرش فيك انت هكا. قال لي كيفاش؟ قال لي واش حنا كاين السيبه ولا ما كاينش القانون في البلاد شنو هي؟ قال لي قولي لي غير واجهني هو يواجهني يقتلني. قال لي ساعدتي كي دير فيك ما بغى. قال لي انت اللي بغيتي انت صبرتي لهادشي المهم جي صافي هنا فين قلت صافي سميتو دفعت شكايات وقلت صافي هنا فين غنحبس كلشي. هادشي اللي دار ليا ودار البنت واخا بما ان البلاصه هو فين تيخدم زعما عندها مصالح اجتماعيه وداكشي ما عمرك فكرتي متى تمشي عند مساعدين اجتماعيين تما وتقول لهم راه ها اللي كنعاني كنمشي ما عرفتش بحال الا داكشي بحال الا كيكونوا مداخلات داكشي كيطفى
ولا مركز العمل ديالو مثلا كاين مشاريع اجتماعيه وداك الشيء ديالو ملي كنجي انا للدار ملي كنجي انا للدار كندير شكايات ولكن ملي كيجي كيرجعني كنلقى دوك الشكايات بحال الا ما كانوش تبخروا ما عرفتش فين هما كيقول لي راه توصلت بهم راه ما غتدي مني والو هذا هو المشكل اللي كان عندي انا كنقول يعني كيفاش الا كاع مشيت راه يعني هذا الشيء ديال الشكايات ماشي الشكايات اللي كدار في المصالح في لا كنمشي عند هذاك في المصالح الاجتماعيه داك الاثار ديال العنف ودوك المشاكل وداك الشيء عاد كاين مساعدات اجتماعيات وكاين الناس اللي كيهضروا معاك كيقولوا لك كيقولوا لك في الطلاق ديالك شنو كتسناي اول سميتو انا قلت لك راه كنمشي كيصور الشكايه حتى الخدمه ديالو كيقول داك الشيء بحال الا كيديروا الله حفظ والله ما عرفتش داك الشيء كيقول لي راه طول الوقت مثلا ما تيحضروش ما تيجيوش بينك وبينه لا كيعيطوا عليه كيقول لي راه توصلت بداك الشيء شنو قلتي لهم شنو قلتي لهم ولكن ما غادي مني والو واش ما كيجيش هو كاع لا عندهم من مثلا انت تمشي عندهم تيعيطوا ليه لا كيعيطوا لي لا ملي كنمشي انا كندير شي كيعيطوا لي هو كيقولوا لي واش هذا الشيء اللي كاين واش هذا الشيء اللي قالوا هاد الناس بصح اللي قالت هاد السيده هادي بصح اش كيقول لهم هذاك الشيء ما كاينش انا رجعتها مادام انا راه عندي في الدار وداك الشيء كاع ما كاين غير نساب اللي معدين عليا وصافي وكنتي علمتيهم باللي جا وخطفك انت والدراري كل قلتي لهم لا لا هذيك راه من بعد دابا فاش غنعلمهم دابا فاش مشيت عاوتاني ملي صافي الاخير مره قلت لك ملي جابني الاخ ديالي هذه فاش مشيت قلت السيده شنو دار قال لي صافي تبع الاجراءات ديالك صافي متبع الاجراءات ديالي انا نهار علموه هو كيقولوا لك ولكن ما عندكش دليل ما عندكش تصاور ما عندك فيديو ديال هذا السيد ملي تهجم عليك ما عندك حتى شي تماما كنقول كاين الشهود ولكن الشهود والعيالات وهذا شهود عيان ما عندك شي حاجه اللي مقنعه وهذا يعني الشهود مقنعين الا كان مثلا تيشوفوا صوره العنف تيسمعوا العنف ديالكم تيسمعوا لا ماشي كيسمعوا ما يسمعوا ما كيسمعني حتى حد ما كيبغيش هذوك اللي كاينين حدايا ما بغاوش يشهدوا ما بغاوش يقولوا حتى حاجه غير هذيك ديال الاختطاف انا وتهجم عليا والثاني كاينين الشهود ولكن مهم ملي اخويا مصطفى دابا ملي جيت لاخر مره دفعت المسائل ديالي ملي عرف هو انني انت دابا انت كتوقفي المتابعه دغيا كتوقفي داكشي لا ملي كنمشي لعندو صافي ما كيخلينيش باقي نمشي صافي راه هذيك فاش دفعت سميتو جا خطفني وكيعددني بالاخوه ديالي صافي ما نقدرش نكمل قال لي سكتي ما تقولي حتى حاجه كترجعي للدار وكتسمحي راه دابا هو المشكل حيت انت ما كتابعيش ما كتمشيش تجمعي تبعي الشكايه ديالك حيت انا في التهديد اي يعني يا اما هكا ولا هكا هي حطك بين خيارين هكا تصبري كنقول انا ما عارفين تصبر انا لراسي ولا العائله ديالي تمشي خايفه صراحه كنت خايفه حيت هذاك الشيء اللي كان كيدير المهم اخويا باقي انا معاك اسمح لي الا طولت عليكم لا انا معاك لالا مرحبا يعطيك الخير بارك الله فيك اخويا مصطفى قلت لك ملي جيت دفعت شكايات عاوتاني وهذا ملي عرف انني راه عاوتاني راه دفعت شكايات يعني وعيطوا عليه سولوه قالوا لي شنو هذا وفي الخدمه ديالو مشيت ليه الخدمه ديالو عيطوا عليه شنو درتي ايوا بقى هو ماشي هو مشى معاهم ولا قال لهم لا داكشي كاع ما كاين انا مرتي غنرجعها وهذا وباش يرجعني عاوتاني دار نفس الخطه اللي دار في الاولى خطفك جاب عاوتاني فين كنتي عاوتاني مشان لا في الدار هاد المره في الدار وانا كنسد عليا في الدار هو راه شنو دار هاد المره انه تعرض الاخ ديالي خدام تعرض ليه هو وهذوك الناس اللي معاه نفس الوجه ما كنظنش حيت انا ملي شفتهم ما حققت ماشي هما ما حققتيش فيهم الشفره كي اخاك هذيك هذيك المره مغطين دابا كيديروا هذه المره داروا الكمامه ما باينينش وجههم اجي داك الشيء كما كنقولوا مخدوم ولكن واحد فيهم هذاك اللي كان اللي فايت هضر معايا هو اللي هضر معايا والثاني دابا قال لي المهم انت في الدار بعدا قلتي سديتي عليك الدار انا في الدار وسد عليا وقلت انا في الامان وما كنتش كان نهائيا انه غيتجرأ ويدير حتى هو حيت سمحنا ليه في هذيك وما تابعناش وهذا صافي قال هادو راه دير فيهم ما بغيت واخا المهم مشيت جا خرج خويا لخدمته
تعرضوا ليه داوح دور واحد الخلا بقاو غيددوا فيه باسلحه بيضاء يا ربي السلامة يا هكا يا هكا كيفاش يا هكا يا هكا يا تسلم لينا اختك ترجعها لرجلها حيت نتوما اللي كتشيدوها لرجلها او لا راه كيفما كان كيقول لي حتى انا شكون بغيتي من عائلتك عارف كل شيء شكون فلان فلان ولادو فلان ولادو فلان فلان تا وليداتها اللي بغيتي قال لي ما بغيتيش الكبار نجيب لك الوليدات الصغار داكشي ديال السينما كما كنقول الاخ ديالي ما لقى ما يدير وما راه ما مشاش لهذا اللي كيخاف من الكلي كبير ما كيمشيش لي هذاك لحد الان قال لي تواج مع اخويا قال لي جي لي انا علاش مشي لهذاك صغير زعما مشى للصغير المهم جا الاخ ديالي دق انا خلاه عنده خلاوه معاه حتى وصلت الوقت اللي كيخرج من الخدمه ضربت الوقت اللي يخرج هو من الخدمه دق خويا كيف ما العاده شكون فلان حليت كنتفاجئ ناس غرباء والزوج ديالي معه بقيت كنشوف بحال هكا قلت ليه عاوتاني قال لي انا ما نقدرش ندخل عليك بقى شدني بحال هكا بقى كيبوس ليا في راسي صافي يعني تقول هذا راه تي يبوس لك راسك باش يجبدك عاوتاني عنده باش يصرف فيك حاجه اخرى سمحي لي يا راه هذا راه هذاك راه هذاك صافي مشيت داني هاد المره قلت لي غير حاجه وحده اللي طلبت منه قلت لي ما تخلاش الوليدات باش ما يديرش بحال داك التصرف انهم هادو كيهزوني حيت لحد الان وليدات كيقولوها هزك هذاك علاش ما هزكش بابا وخلى هذاك الراجل يهزك وقال له هذاك الراجل يهزك قلت لي ما تخلاش الوليدات صافي بغيتي غير نمشي معاك نمشي معاك ياك سيدي بغيتي نمشيو بلا رعب بلا والو يلاه لي صافي داكشي اللي بغيت صافي مشينا بحال هكا مشينا من صافي بقاو هذوك عاوتاني لا راه بغاك راه كيبغيك راه ما يقدرش يسمح لك شكون اللي وصل لك بلاتي وشكون اللي وصل لك باللي خوك راه جاو عنده داو لشي بلاصه خاليه وداكشي قالوا لي بعد قال عليا هو من بعد قال عليا هو وقال عليا خويا حتى هو قال عليا هو قال لي فين ديت خوك اشنو قلت ليه الهضره ناقصه وما فيها ما يتقال ومن كيقولها لك كي كتحسي في عينيه زعما هو بدا يهضر معاك باللي راه انا هذا صافي باش كنحس ما لا كنتمنى نموت في هذيك اللحظه كيفاش كتشوفي في عينيه بعدا كيما كيف كتشوفي في عينيه ما عنده حتى شي وجه قدامي كتعيش مع واحد الانسان اللي ما كتحمل فيه الشعره كيف ما كيقولوا كنشوف فيه وانا كنتخدد في راسي كنقول كون غير مت وما نطيحش في هذا الشيء هذاك يكون غير كنمسني غير انا وما يمسش لي عائلتي كون غير كنت انا بوحدي ربما ولكن يمس لي العائله كامله المهم كنت هكا هنا فين صافي منع عليا الصلاة نهائيا وهذا الشيء في رمضان منع عليا الصلاة منع عليا الصوم ايوا بقيت هكا باش من المبرر كيقول لك زعما منع عليك هذا الشيء يعني هاد الحوايج اللي هي خاصه بيك وداك الشيء في علاقتك باللي خلقك يا زعما ما تصليش وهذا شنو كيقول لي شنو كتعرفي انت في الدين خليتي راجلك ومشي شنو كتعرفي في الدين وكيضربني هكا ملي كيعنفني كيشوفني ما قداش انا واخا ما قداش كنبغي نصوم كيقول لي لا ما تصوميش انت اصلا كاع ما تبع على راسك وبغيتي تصوم المهم بحال هكا صافي بقيت هكا العائله ديالي كنطلبو كي بغيت غير العائله ديالي نقول لهم راه حيت واخا هكاك في الاخر اعتذر الاخ ديالي قال لي اسمح لي انا ما كان عندي حتى شي حل الا هذا وندي مرطي وهذا كيما كيدير لك انت وقال لي هاكي سولي في الاخ ديالك كيبقى واش بخير وهذا سولي في العائله ولكن الا هذاك الاخ ديالك قلت لي ما تهضريش معاه بقيت هكا حيت واخا هكاك في الاخر ملي جابني خويا عاوتاني وقف معايا هو اللي يعني هو اللي معاوني درت صرت في كاميديكال ملي كنمشي عند الطبيب وهذا كيدوز ليا وهذا هو اللي مكلف بكل شيء يعني صافي ولا كيهضر معايا صافي وملي دار هكا قال لي وداك خوك ما دار لا شي كاي هو لا والو هاد دارها هنا فين انا جايه في الهضره المهم ملي دار هكا قال لي هضري معاهم وهذا وبقى كيطلبوا قال لي لا ما ديرش وما دير والو ما دير حتى شي حركه لهذا
قال لي الاخ ديالي اه واخا. سمح لي بغيت نسولك هاد الصلاه اللي كينهيك عليها وهاد الصوم اللي كينهيك عليه واش هو ما كي لا هو من جهته هو واش اسميتو كيصلي لا اوكي مره الا ملي كيقولها لي راسو كي ملي كنبقى نحكر عليه لا خصك تصلي وهذا كيصلي ماشي صومتي في رمضان رمضان كيصوم ولكن ابسط حاجه يضروا غير صوم كيقول لك ما نصومش الدين يسر وليس بعسر واخا ايوا ومن غير هذا الجانب هذا اللي انا حنا سولنا هذا السؤال فقط باش نقدروا نعرفوا غير ماشي حنا محن داكشي تيبقى كما كنقولوا واحد العلاقه بالخالق سبحانه وتعالى هو اللي تي هذا هو اللي تيحكم فيها وهذا ولكن بغينا نعرفوا غير يعني كيفاش هو كيشوف في هذا الجانب وعلاش بنتي كينهيك على الله على انك تعبدي كما انت بغيتي الخالق ديالك انا بغيت نسولك على لقيت اللي جاكي زوق في خوك ها قلتي لي جاكي زوق فيه ما دير حتى حاجه ما هذا خوك من بعد دار شكايه ولا شنو دار خويا من بعد هكا هضر معاه هو قال لك كي بقيتي وهذا وسمح ليا وما دام ديروا حتى حاجه وهذا قال لي خويا صافي ما ندير والو هذا واش وهذا الشيء اللي درتي شنو غنسميه وقال لي لا راه بغيت غير نرجع مرتي وهذا بقى خويا كيدي معاه ويجيب في الكلام حتى قال كل شيء خويا سجل المكالمه ديالو حتى قال هي فعلا جبت ودرت وانتم اللي اضطرتيني ندخل من الشرجم ما خليتونيش ندخل من الباب ديجا عليا كاع البيبان ودرتو انا بغيت وليداتي وكتحيدو ليا وليداتي وهذا وسجلو خويا المهم خويا دار الشهاده الطبيه وهنا اصلا عندنا سميتو في هذا ولكن هو وانا تما بقى كيقول لي راه خوتك اللي بغيتي نفس التهديد ولا الوليدات لا شنو بان ليك دابا كيقول لي هو دابا كيخرج النمره ديال واحد من هادوك هو بغيتي دابا نصوني ليه نجيب ليك واحد من خوتك ولا واحد من وليدات خوتك وهذا نجيبو ليك حضروا ليك دابا انا خايفه صرا قال لي لا شنو درتي وهذا قلت ليها درت بك شكايه وهذا علاش درتي شكايه وهذا يعني غتمشي غتنازلي على ديك الشكايه اللي درتي ولا داكشي اللي قلتلك سميره بغيت نسولك على المده الزواج بيناتكم هاد السنين هادي كلها في نفس المدينه في نفس في نفس المدينة المهم شحال تقريبا ديال السنين دوزتو؟ ست سنين ونص دابا ايوا المهم بقيت بحال هكا نهار بقى بحال هكا خويا كيهضر معايا وهذاك الكبير قال لي وهذاك وكيقول لي ما تقوليش اليوم انا كاين في الدار حيت في المرة الأولى ملي داوني من عند ختي ما دانيش للدار داني واحد البلاصة دار ديال شي حد هذا المكان بعيد هذا الخلا ولكن فيه ديور قلال ماشي داني ديك المرة هذا الاختطاف والاحتجاز باش ما يمشيوش ليه للدار عنده بعد المرة الثانية قال لي قولي اليوم راه ما كايناش في الدار قال لي غنديك للدار خوتك زعما قال لي لا قال لي ما تقوليش ليهم راه انا جبتك للدار ملي خطبتك ملي هضرت مع خويا وسولت فيه قالوا لي مالين الدار فين كاينه قولي لهم ما عرفتش كاينه في واحد البلاصه ما عرفهاش وديما حنا حياتنا كلها الا كنهضر مع عائلتنا كيكون هو خصو يكون جالس حدايا وكنهضر من التليفون ديالو نعم يعرف جميع التفاصيل باش ما نقدر ندور لها هكا نعم وبقى بعد حدايا قولي لهم انا راه ما كايناش في الدار خويا الكبير مسكين ما خلى فين كيدور كيقلب فين ممكن يلقاني واش شفتو فلان بشي بلاصه هنا ولا هنا ولا هنا ما خلى فين وديك البلاصه اللي كنت قلت لهم ديك الساعه راه داني ليها مشى كيقلب ممكن زعما على ربما تكون حيت ملي جيت في الاخير مره قبل ما يديني عاوتاني عاودت لهم على داك الشيء اللي كان دار ليا في الاول اييه بقى كيقلب السكيل تاعي ما لقانيش مشى للكوميساريه قال لهم السيد يحضر لي اختي فين ما كان شنو دار ودي ما عندناش الحق نتجمعوا عليه في الدار هذا قال لهم راه الا قتلها انتم تحملوا المسؤوليه
المهم هاد الاخ ديالي الصغير بعد المسج قال لي انا راه غندير بك شكايه. ايه هاد الزوج ديالي غير سمع باللي غايدير شكايه صافي ناض عاوتاني. ما ادري شنو دار ناض عاوتاني بقى كيضرب فيا انت السبب في هاد الشيء انت بغيتي تدخليني للحبس وفي خوك اش غايدير شوف انا درت فيكم رجال انتم كاع ماشي رجال. المهم شي اهانات شي كلام اللي قبيع بزاف. انا واخا درت داك الشيء قلت لكم تيقوا فيا باللي صافي ما ديروش داك الشيء درتو اللي بان لكم انتم يا شوفي خوك لي انا راه معاك دابا انا شنو درت لك انا ما درت لك حتى حاجه زعما كنحاول غير قال لي لا لا انا قلت لي شوف شحال من مره سمحت في خوتي وخا قالوا لي ما ترجعيش لي ورجعت عندك يقول لك انت كتمسكني وكتحرشيهم عليا ولا لا قال لي لا واخا ما قلتيهاش لهم المهم علاش يديري هكاك انت اللي غتخلصي عيط اصلا انت اللي مشيتي معاهم علاش اصلا تخرجي من الدار عن نفسك بقاي في الدار. المهم هي هذيك بقيت فهذاك العنف عاوتاني شحال لون واحد النهار قال لي صافي اليوم خصنا نمشيو تنازلي على داكشي كامل اللي درتي وهاد خوتك ديري بيهم شكايه انهم هما اللي كيحرضوك انك تغادر البيت الزوجيه هكاك يا اما هكا ولا دابا بدل معاك الطريقه الاخرى بدل معاك اي ما بقيناش غير اخرى من الخطيطه مردك من الخطيطه ولا انت خصك تشهدي في خوتك. وخوتي دخلوا الحبس وخا ما داروا والو وانا نبقى انت اللي انا معاك قال لي يا هكا يا اما راه السيد راه كي ها هو دابا قال لي نتصل به وندوزو لك قال لي وقدامك غنزيد الصوت التليفون غتسمعي الا قلت لي انطلق راه غينطلق يجيبهم لك. اشنو غندير انا ندير داكشي اللي قال كيفاش غنستحمل أولا لوليداتي. قال لي راه هادو كيعرفوا علينا التفاصيل اللي كتنعسي راه كيعرفوه. قال لي وراه كنت كاع كنفكر ندير واحد الحاجه غير قال لي ممكن مازال نحتاجها قال لي غنجيب هادو غنجيبهم ليك وقما بغيتي ديري شي حركه ما هياش راه غنجبدو وغندير عليك الخيانه قال لي وغنحيد لك الوليدات. قال لي انا نعذبك بابسط الطرق. مهم نهار قال لي خويا كبقى كيعذبني انا لغتي قال لي والو دابا ملي خوك غيدير هكا خصنا حنا نسبقو بالضربه غتمشي عندي كيخلي وانا ملي رجعت قال لي سيري عند اختي شوفيها وما تقوليش ليها قولي راه تصالحنا ورجع تقوليش ليها راه خطبتك. فعلا كيوقف حدا الباب جوج كلمات عافاك قبل لي الوليدات راه انا قالت لي جيتي قلت لها راه تصالحنا ورجع كتقابل لي الوليدات كنمشي انا معاه كنقادو باش نضحي بخوتي. مشيت عداني اول حاجه في الطريق وكيوصيني وهذا وراني وقال لي هاد المره وقال لي راه نشوفك غير الملامح ديالك تغيروا غتصوني لهذاك غيديريك تخوتك ديما تهددك بهذوك. مشيت دخلت عارف نقطه الضعف ديالي هي هذيك الوليدات ولا خوتي مشيت دخلت تما قالوا لي رجعتي سيت اليوم قال لي صافي تصالحت قلت لهم احسني هنا سنيت خرجت هي هذيك الدنيا ثاني عند كاتبه امي قال لي غتكتبي انه كيكتب هو اللي كيهضر ماشي انا كيهضر كتبوا باللي هاد السيده راه كيحرضوها خوتها وهذا 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 داني الوليدات ما معاياش ماشي غير الاخوه تايلا بغيت نسمح كما كنقولوا هو مطرق باغي يقاد كل شيء زعما داكشي تايلا بغيت نسمح في الوليدات راه شي ضرب ليهم داكشي كامل في الزيرو باش داكشي كامل تايلا بغيت نسمح في خوتي راه كاينين الوليدات تا هما في الجديد راه عارفين هما قال لك هادو اللي معايا راه عارفين الدار بغيتيش خوتك الوليدات وانا قال لك ما عندي مشكل ندوز لي القضيه في الحبس ما عندي اللي يبكي عليا با وامي ميتين يقول لي كيتك انتيا حضرت راسي مشيت درت داكشي بقى كيهضر هكا قيل كاتب داكشي لعندي المحكمة تسني عليه مشينا هكا قلت ليهم راه انا ما كنتش باغا نخوي البيت الزوجية غير العائلة وهذا كيدخلوا في شي حوايج اللي ماشي ديالو الشي اللي قلت انا صافي رجعت مع الدار ومع ذلك العنف عاوتاني مازال ما بردت خاطر واخا ديري هادشي كامل حيت اصلا اشدك انا توصليني كاع للمحاكم وهادشي كامل شويني في خدمتي ويعرفوا الناس كاع في خدمتي بلي هادشي وجاي تنازلي ليا اش غندير بالتنازل ديالك خا تنازلت وداكشي كامل ماشي شي واحد اللي زعما نازلتي صافي راه زعما راه غيرجع للصواب ويقول لك شكرا لا
بقيت هكاك في التعديل. شنو هي الوضع الحالي دابا ديالك وشنو هما الحوايج اللي كتعيشي دابا بقيتي في داك التعديل؟ قربت نيت سميتو المهم نهار غنخرج من عنده نهار غيجي الاخ ديالي غنتلاقاو بحال هكا. انا مشيت نسني هذيك الورقه باش يعني ذاك النهار غنسني الورقه خوتي نهار الثاني باش نسني هذيك لا قال لي انا بغيت نشوف اختي. قال لي واخا تبعني للدار زعما تبعني للدار شوفها. قلت انا صافي السيد مع الحال غيتصل مع اخوتي صافي. المهم هو مشى رجع للموضع فين كنتي دابا مزيان. قلت لك تلاقينا معاه قال لي يلا تبعني للدار. مشينا تبعنا هو دانا طريق الكوميسارية. خويا عارف ان طريق الكوميسارية بقى تبعنا. مشينا تلحد الكوميسارية قال لي شدو هذا كي يتبعني بغا يحيد ليا مرطي بقى كيغوت تما بقى كيسب وكيشتم وكل شي شاهد وكيهدد خويا قدام الموظفين تما. قال لي شنو كتقولي في هذا الشيء؟ تعزلونا عزلوني انا وعزلو هو. المهم داروا معاه هو المحضر قالوا لي شنو هذا الشيء؟ قال لهم لا راه كيتعداو عليا خوتها بغاو يديوها ليا وهذا. ومني دخلوني انا قلت لهم لاحظوا فيا انني كنبكي. فالواحد لقيت واحد الفرصه وقلت لخويا راهي لا قلت لك الشيء اللي كان راه غيقتلكم. قال لي قتلنا قولي داك الشيء اللي كاين ما تكذبيش. هلا علاش يقتلكم السيبه؟ مالنا حنا سد سايبه قاعد البلاد هذه باش يدير داك الشيء؟ قال لي انا كنفضل داك الشيء. قال لي اخويا قال لي راه غير كيخلعك انا كنفضل يقتلنا وما 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 ندخلوش للعبس وحنا ما دايرين والو. قلت لي كيفاش دابا؟ قال لي قولي داك الشيء اللي كاين. واش هذا ما تيتقرقب ما تيتخدر ما عرفتش ما نكتب عليك انا كنشوف داك الشيء ما عمري شفت انا. المهم دخلنا بحال هكا صافي. ملي سمعت انا قبل فهاديك الليله ملي كان كيعنفني حاولت نعزل بوحدي ما شافنيش وصلت صلاه الاستخاره. قلت يا ربي اللي فيها الخير واش نمشي ندخل خوتي للحبس واش نبقى مع هذا السيد واش شنو غندير؟ حيت صافي حرت ما عندي حتى شي الحمد لله. ملي صدفه قلت لك راه صدفه انا تعجبت ملي لقيت خوتي قدامي. ملي دخلنا بحال هكا صافي دخلوني انا سولوني أو ملي قالوا لي أخوتي يقول لي داك الشيء اللي كاين ما تخافي راه الخوف من الله ماشي من البشر. في صراحة ملي سمعت هكاك تشجعت قلت لهم ها شنو كاين شنو كاين شنو كاين. ولكن قلت لهم دابا ديروا لي شي حل راه الوليدات ديالي باقيين عنده يقدر يدير فيهم شي حاجة. وراه أنا ما عرفتش كتجي فين واش في الدائرة الأمنية ولا عند وكيل الملك ولا لا في الدائرة الأمنية. قلت لهم شنو كاين شنو كاين. قالوا لي عرفتي كيفاش دابا حنا ما غنعاودوا ليه حتى حاجة ما غنقولوا ليه حتى حاجة غتمشي معاه حتى الغدا وتقدموا قدام الوكيل. قلت ما نقدرش أنا نمشي معاه. قال لي باش على حساب الوليدات بقاو عنده هذا غير سيري راه ما غيعرف هو والو قولي لي راه داك الشيء اللي قال لك هو اللي قلتي. أييه مشيت معاه السيد عارف حاس. قلت لك اخويا صافي هنا فين ملي دخلنا للدار شك. قال لي لا ما يمكنش علاش دو عليك البيرو ملي كانوا كيستجوا معاك يعني قلت لهم شي حاجه. كنقول له ودي ما قلت لهم والو هو كيصوني اليوم يبقى يعرفهم ما كيجاوبوش. قال لي ما يمكنش ما يجاوبوني الا ولا انت قلت لهم شي حاجه. صافي شك هي هذيك هذي فاش كانت الصدمه الكبيره اخويا مصطفى. من 3:30 النهار حتى 7 الصباح. انت تعذيب وانا في تعذيب باش مشكل. قولي لي شنو قلتي ليهم بجميع اللي لقى قدامه اللي لقى قدامه كيضرب به. طلب مني شي حوايج اللي خايبه بزاف في درجه انه خلاني عريانه كامله وهو كيعنفني. يعني صافي هذه ديال الاخر ما بغاتش تصرات ليا. طلب مني شي حوايج اللي خايبين اللي ما نقدرش نقولهم. المهم انا هكا كيرتاح كينوض حتى كيرتاح وكينوض عاود ثاني. اييه كيجلس حتى يرتاح وكينوض عاود ثاني. كنسخف انا ما كنعقلش. كنفيق كنلقاه جالس كيتسناني نفيق ما فقتش كيكب عليا انا ما حتى كنفيق. ويعاود يكمل العذاب ديالو كيعاود يكمل. صافي حتى الصباح صافي ما هاديك هي في الصباح كان واحد التليفون اللي كان كيتواصل معاه مع دوك الناس حيت ما بغاش عزل ليهم التليفون باش ما يتواصلش معاهم من ديال الخدمه وهذا اللي كيعرفوا باش
الطناري حصل ما يكونش هذاك كيعطي الوليدات مره مره كيلعبوا فيه. انا زيت وقلت ربما يكون فيه واخا غير ابي الموا غنعتق به الموقف. غير قلت يا ربي ندعي كنقول يا ربي وهز هذاك التليفون. كنصوني الاخ ديالي كنقول ليه عتقني راني كنموت. هو فتفاجئ ان خويا حيت قالوا لينا الغد ليه تجيو كاملين. فتفاجئ ان خويا كاين في الكوميساريه زاد التليفون وصبارلو قال لي عاودي شنو قلت لك؟ قلت لي عتقني راني كنموت. هي هذيك قالها لهم قال لهم سمعتوا كل شيء بودنيكم تموت اختي راه انتم المسؤولين. قالوا ما عندناش الحق نتهجموا على الدار وهذا. قول لهم انا جوج كلمات اللي غنقول لكم تموت اختي راه انتم المسؤولين. صافي ديك الساعه اتصلوا بي هو قالوا لي فين كي قال لهم انا غير هو جا للدار في هذيك اللحظه ملي صونوا لي هو يلا دخل للدار. قال لهم انا في الدار. قال لي جي نداو المدام دابا. قال لي مش ضروري نجيب المدام انا عارفه انني ما فيها ما يتشاف. شينا قال لي يلا. قلت لي فين انا عارفه. قلت لي فين؟ قال لي نوضي وسكتي صافي مشيت معاه. مشيت لتما بقى هو تاني كيرغبني في الطريق عندك تقولي شي حاجه عندك اسميتو سمحي لي راه غير تحسفت وهذا ما تقولي حتى حاجه ديري ما عارفش واخا كان حاسه انني قلت شي حاجه ما متاكدش. مشيت لتما دخلت استقبلوني قالوا لي جلسي جلست شافوني اللي شافني كيشد راسو. علاش هاد الحاله هادي تصور ما كنقدش ندور عنقي ما كنقدش ندور. حرك لي واحد الفقره في العمود الفقري ديالي يدي ما كنقدرش نحركهم من بلاصتهم وجهي معضوض يعني واحد الحاله يرثى لها. قالوا لي واش كاع هذا الشيء وصل لهاد السيد هذا؟ قلت لهم هذا الشيء. قلت لهم كنت كنرغبكم البارح قلت لكم ما ترجعونيش معاه. قال لي علاش واش قلتي لي شنو قلتي؟ قلت لي ما قلت لهم حتى حاجه ما قلت لي حتى حاجه غير حيت شك حس بلي انني قلت لكم هذا ودار لي هاد الحاله. قلت لي كيصوني عليكم على شي حد قلت لي كيعرفوا من هنا وما جاوبوش وصافي ودخلوا الشك وبقى كيعتمني. قال لي منين نتا وانت لي من 3 ملي خرجت من عندكم صافي بقى كل شيء كيتاج صافي. ديك الساعه ربطوا المكالمه بالوكيل قالوا لي هذا السيد اللي كنا كنتسناو اليوم شنو دار شنو دار شنو دار. قالوا لي صافي ديك الساعه قالوا لي اعتقلوه. ايوا هي هذيك تعتقلت 48 ساعه بقينا كنطلعوا نزلوا كاع هذوك الايام وانا في هذيك الحاله. مشيت درت سيرتيفيكا وللاسف تلاقيت مع واحد الطبيب حيت ما قالوا لي ضروري ما تسنيش طبيب شرعي كان غير طبيب في السبيطار ودار لي سيرتيفيكا ميديكال 18 يوم. يعني ماشي شي حاله نفسيه بعدا غير النفسيه ديالك كتحتاج بعدا النفسيه راه كيشوفني راه داروا لي واحد البنده العنقي حيت ما كنقدش نحركو وكيشوف حالتي وريتو كاع يعني الجسم ديالي كيداير وراسي ضربات اللي فيه وكلشي ودار لي 18 يوم. اللي خرجت قالوا لي علاش دار لك هذا السيد غير 18 يوم؟ قلت لي هادشي اللي دار اليوم وما قديت نهضر معاه ولا نتقابح معاه ولا نقول ليه اش هادشي درتي. حالتي انا بغيت يخليوني غير فشي بلاصه فشي بيت نجلس فيه ما بقيت قاده على حتى شي حد ولا على الهضره ولا هما شارين طلعي لهنا نجي لهنا جي من هنا. المهم هي هذيك صافي حتى صافي قالوا لي نهار وقفنا عند الوكيل اش هادشي درتي؟ قال لهم انا ما درتش لي هكا. قال لهم شكون؟ قال لهم باقي هضرت قصيده طلع من الطبله وطيح وهي اللي كدير في راسها هاد الحاله ملي كيقولوا لي اش هادشي كيما كنقول لهم طرق ومقرص باش يحاول يخرج راسو. المهم صافي هي هذيك قالوا لي لا ما يمكنش هاد السيده. قالوا لي صافي دابا قالوا لي اش بغيتي من هالسيد؟ قلت لهم انا ما بقيت من حتى حاجه يعطيني غير الحريه ديالي يعطيني براسي وعطي لعائلتي في التسعة صافي كل واحد يشد طريقه ما بقيتش باغا من والو. قالوا لي لا والوليدات. قلت لهم صافي اللي انا صافي واحد الحاله اللي بقيت قد دابا ديال 18 يوم ما فيهاش الاعتقال. ولكن اعتقلوا غير على هذيك الحاله حيت جا يعني قالوا لي مشيت معاه وتاكدوا انه هو اللي دار لي هكاك ليله ليله وحده ورجعت في واحد الحاله غندير هكاك في راسي. قالوا لي واخا ضربت راسها وشكون عدها في وجهها؟ كي دارت عدت وجهها؟ قال لي لا واقيلا غير بنتها واقيلا اللي عدتها. صافي تما فين خرجت لهم كاع لي سيرتيفيكا ديالي اللي فايت دايره قبل وخرجت لهم ديال البنيه اللي ضربها.
هي درت ليها سيرتيفيكا ديالها تيقول لهم كاين كره هادشي كاع ما كاينش انا مرتي كنبغي انا ما نقدرش قال ليه الوكيل الاخير هضره غتعطي السيد الطلاق ديالها لا نشوف اش نديروا معها قال لي لا انا ما نطلقهاش يعني مصر ولو ما عرفتش ما يوقع لا ما نطلقهاش وانا كيقولها ليا كنقول لي ما عمرك تحلمي بالحريه ديالك صافي هذيك دابا المهم رجعت للدار دابا راه شهور دابا وانا في الدار يعني باقي كنطلعو نزلو ما كيحضرش هو ما كيحضرش انا دفعت الطلاق وما كيحضرش هو ماشي معتقل دابا ماشي لا 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 تعتقل 48 ساعة دابا في اطار التحقيق باقي كي يعني مازال ما تحكم متابع في حالة صراح ودابا انا قلت لي انا بغيت غير الطلاق ديالي ما يتحبس ما وعادي العمل ديالو كيزاولو عادي لا لا وقفوه وقفوه شي مده على العمل حيت اصلا انا ما عنديش خبر وما كان ما بقيتش كنسول عليه نهائيا غير هو ملي كان بحال هكا انت دابا في داركم سميرة انا في دارنا داكشي اللي كنت خايفه منه في الاخر وقع انا يعني في دارنا دابا مع الوليدات الحمد لله عانيين كناكلو نشربو واخا الحاله ضعيفه وهذا ولكن دابزين مع الوقت كنقول عاوتاني لا ما هكا ولا ولا داك التكرفيس وهذا المهم صافي دابا راه دفعت سبيتو كنتسنى ما كيحضرش حتى الجلسه الساعه 6 عطاو اخر مهله انه يحضر عاد حضر ملي حضر نفس الهضره اخوها اخوتها عائلتها هما اللي كيحرضوها عليا ما بغونيش ما بغوهاش ليا ما بغونيش ترجع ليا مرتي اما انا ومرتي بخير وعلى خير كنبغيو بعض فوني القاضي قال لي اش كتقول لك ليه نسيت كيهنفني وما غاديش نرجع معاه بغو ديال الغدا يدادا ما عرفتش بزز بزز خصكي تبغيني بزز وتبقاي معايا بزز كيما انا كيما تصرفت فيك هكا بالعنف وكيقولها كيسميها تبقاي هكا كنعنف فيك وقت ما بغيت وقت ما بغيت تكوني بخير غتكوني بخير وقت ما سميتو خصكي تبقاي هكا ما بغيتيش طلاق ما تحلميش به رسالة من قلبك ليه سميرة ما نسامحش ليه لا في الدنيا لا في الآخرة تبني 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 بزاف وباقي كيعذبني لحد الان اتقت فيه وقلت لك راه عطيت واحد المكانه اللي هو كيقولها راه تصور نهار دابا ملي حضر الجلسه ملي قالوا ليها يعني مولا الاخيره يعني ملي حضر قال لهم انا هاد السيد انا اللي عارف داكشي اللي كدير لي انا بحال هادي ما لقاهاش واخا نمشي فين ما مشيت داكشي غير باش يبرر لا كاع داكشي اللي كنديروا ليه قالوا يعني باش يعاود يكسب الود ويعاود يرجع وما يتعتقلش وما قال لي انا كيف ما كانت هاد السيده كتغسل لي رجلي انا نقدر نبوس ليها رجليها قدام وماشي ايوا على كل حال هو هو دائما كما كنقولوا كيصنع السيناريوهات اللي بغاه هو وكيطبقها بالشكل اللي بغاه هو وقت ما بغى يكون معاك وقت ما بغى يكون معاك كيشكل عصابه راه كيشكل عصابه وقت ما بغى يكون معاك كي الحمل الوديع الظريف كيكون معاك من ناحيتي انا الحمد لله انا ماشي كنجامل راسي ولا ثقه زايده ولا شي حاجه انا الحمد لله قمت بالواجب ديالي واكثر من الواجب ديالي كزوجه نعم يعني ولو كان داك العنف هذا ما عمري احتقرته وما عمري عملته معامله خايبه ما عمري نعم. يعني راه تصور ملي كيمرض هو كنكون يعني انا كيكون هو ديما الاول في كل شيء نعم الحاجه المزيانه كتكون ديالو واخا يجيب ليا شي حد شي حاجه زوينه مثلا شي ماكله ولا شي حاجه كتكون حقو خصني نخليها ليه واخا ديالو كتبقى ديالو راه داك الشيء كامل اللي واخا دارو صراحه في الاول ملي يلا سميتو بغيتو كنت كنقول هذا هو السيد اللي غنكمل معاه حياتي وداك الشيء علاش ما مسامحاش ليه ما مسامحاش على داك الحب اللي دار فيه هو اعتبره هو استهزاء ولا ما عاني ودلني بزاف دلني بزاف وافتقرني بزاف وكي يقول لي من المستوى ديالي انتم فقراء ما عندكمش وانتي ما قارياش كما يعني الحمد لله واخا كرم يعني اللي شافني كيقول لي واش عندي شي مستوى نيت في الدراسه يعني انا والحمد لله الحمد لله سميره كنتي معنا في بوحد الليله تقسمنا معك تجربتك اللي كانت مؤلمه ومؤلمة